بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. إذا كنت عايز تعرف معنى كلمة أو معنى جملة الكيل بمكيالين، إذا كنت عايز تعرف يعني إيه معايير مزدوجة، إذا كنت عايز تفسر مثل حبيبك يبلع لك الزلط، إذا كنت عايز تعرف كل معاني هذه الأمور، هتنظر لشيء واحد فقط، وهي مشكلة لاعب نادي الزمالك سيف الجزيري مع اتحاد كرة القدم، أو شوف تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع أزمة تعامل أو أزمة تعاقد سيف الجزيري. وخليني أبدأ مع حضراتكم من أول الموضوع علشان محدش يتقمص، وما انا عارف ان انا كلمتي بتخلي ناس كتيره تتقمص. ماشي، نمسك الموضوع بتسلسل واضح. نادي الافريقي التونسي ونادي اتحاد بن قردان بعتوا يطالبوا بحقهم في رعايه سيف الدين الجزيري بعد انتقاله رسميا من المقاولين العرب، يعني مش النادي الاهلي ولا جمهور الاهلي ولا قناه الاهلي ولا اسلام ولا الكلام ده خالص. الناس دي ناس ما نعرفهمش. طيب، لكن ما وصلش للناديين دول اي رد مستنيينه، بل العكس تماما. اتحاد كرة القدم، وهو اصل الناس ممكن تقول لي ايه، هو الاتحاد السابق اللجنة الثلاثية ولا هذا الاتحاد؟ انا الحقيقة هو طبعا هذا الاتحاد، ولكن حتى لو الاتحاد السابق، هو المدير التنفيذي للاتحاد السابق هو المدير التنفيذي لهذا الاتحاد، وكان الأستاذ وليد العطار هو رئيس لجنة شؤون اللاعبين في ذلك الوقت في الاتحاد السابق، فمحدش يقول الاتحاد السابق والحالي عموما، يعني لأنه في النهاية إذا كان هناك مدير تنفيذي هو اللي بيمضي على كافة الأوراق الخاصة بمثل هذه الأمور، فالموضوع منتهي بالنسبة لي، ما تدخلنيش في هذه الأمور اللي بالنسبة لي ملهاش أي وجع دماغ، يعني هي مجرد كلمات لوجع الدماغ فقط. حضرتك بنتكلم أو بنتعامل مع مؤسسة اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم المسؤول عن 18 نادي، أقدم اتحاد كرة قدم في الشرق الأوسط. هل من الممكن أن يتم مجاملة نادي أو لاعب على حساب 17 نادي؟ ماليش دعوة بال 16 نادي، أتكلم عن النادي الأهلي، هل ينفع إن يتم مجاملة لاعب أو نادي على حساب النادي الأهلي؟ هو المفروض على حساب 17 نادي، لأنه كل يعني لو النادي ده حصل أو لو ده الموضوع ده حصل مع أحد الأندية الأخرى، ال 17 الأخرى، هل كان من الممكن أن يتم مجاملة ال 17 نادي؟ على الرغم من اعترافي إن هذا الموضوع هو خطأ. مليون في المية. ما ينفعش المجاملة. ومجاملة بإيه؟ ب 600-700 ألف جنيه. طيب، خلينا نمشي مع حضراتكم في الموضوع واحدة واحدة. اتحاد كرة القدم قال لنادي الإفريقي التونسي ونادي بقردان، ما عندناش ورق في هذا الموضوع أو رد بخصوص هذا الموضوع. أدي أول حاجة. فاضطر النادي الإفريقي التونسي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا يعني، ولجنة فض المنازعات هناك للحصول على 5% حق الرعاية. طيب، جوابات راحت للاتحاد المصري لكرة القدم، وخدوا بال حضراتكم أنا هنا لما بتكلم عن وقع بعينها، لأن كلمة جوابات بعدها على طول المفروض تستخبى في الإدراج. أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام، ولكن هذا الكلام هو الكلام اللي حصل مع النادي الأهلي. مع النادي الأهلي، أكبر نادي في إفريقيا وأكبر نادي في مصر بالأرقام والبطولات وكل حاجة. الكلام اللي أي حاجة فيها جوابات تخص النادي الأهلي تتحط في الدرج. فلازم أخد بالي. هو اللي بيحصل ده طبيعي؟ هل اللي بيحصل ده المفروض ان انا اسكت عليه؟ حاضر، انا عارف ان في ناس بتتقمص وبتزعل من كلمه الحق فقط، لكن هفضل اقول الحق
وهفضل ادافع عن النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، لانه في النهايه انا بتكلم على سمعه بلد، سمعه الاتحاد المصري لكره القدم، الممثل الرسمي لكره القدم امام المصريه، يعني امام العالم كله، كل المؤسسات، اتحاد دولي، اتحاد افريقي، بتتعامل الانديه الاوروبيه مع الاتحاد، بتتعامل مع الاتحاد المصري لكره القدم. انا كنادي اهلي ما اقدرش ابعت لاي حد الا من خلال الاتحاد المحلي، الاتحاد الاهلي. اي خلل في منظومه الاتحاد المصري لكره القدم فهو خلل لاسم ومنظومه وسمعه كره القدم المصريه، وبيضر بمصالح الانديه كلها، 18 17 نادي انا اسف، لان في نادي واحد بس الدنيا ماشيه، الظروف ماشيه في هذا الاتجاه فقط، اي اتجاه تاني احنا بندي ظهرنا، او الجوابات بتتحط في الدرج، لكن في جوابات يمكن ان يتم تغييرها علشان مجامله او اجامل نادي. لكن النادي الاهلي حط الدرج، حط الجواب في الدرج يا عم. يا عم مش لازم يلعب النهائي على ارضه. لا لا لا، يلعب النهائي في الوداد، في المغرب مع الوداد، مفيش مشكله. اكمل كلامي، معلش انا اسف ان احنا متنرفزين، لكن هذه هي الحقيقه، وهذا هو ما نراه خلال الفتره السابقه وحاليا. فجوابات للنادي الاهلي معناها تحط في الدرج، لاي نادي اخر هو النادي ده ايه؟ يتجامل ازاي؟ فنحاول نجامله. خلاص؟ طيب، جوابات راحت للاتحاد المصري لكرة القدم ومفيش ردود. طب ليه بقى في شكوى رسمية في لجنة فض المنازعات في الفيفا؟ ايه اللي حصل؟ طيب، اتحاد كرة القدم، طيب هو الكلام اللي انا هقوله اللي جاي ده كلام جمهور الاهلي؟ لا. كلام نادي الاهلي؟ لا. كلام حد في الاهلي او بيحب النادي الاهلي؟ لا. تخيل مين اللي قال الكلام ده؟ اتحاد كرة القدم نفسه. أول حاجة قالها اتحاد كرة القدم إيه لما لجنة فض المنازعات طلبته بإيضاح الأمور وإرسال المستندات الخاصة بهذه القضية. قال ردت مرة تانية، أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام، لكن مرة تانية هذا هو رد اتحاد كرة القدم المصري المنوط بالرد. وأعلنوا يعني أعلم الناس من خلال الإعلام إن ده حصل. قال اتحاد كرة القدم المصري، مش النادي الأهلي، مش جمهور الأهلي، مش إسلام الشاطر، مش قناة الأهلي، قالوا إيه؟ قالوا إن نادي المقاولين العرب فسخ عقدا للاعب وانتقل انتقال حر. مرة تانية مين اللي قال الكلام ده؟ اتحاد كرة القدم اللي قال الكلام ده، وبعتوا للصحفيين واتنشر في كل حتة. طيب، آدي المرة الأولانية. رامي ربيع مسؤول التعاقدات في النادي المقاولين العرب وقتها، ومن قبله المهندس محمد عادل المشرف على كرة القدم في نادي المقاولين العرب، قالوا في ذلك الوقت، ورامي ربيع امبارح على الهوا قال ان اتحاد كرة القدم مش بيقول الحقيقة. مين يا جماعة اللي بيقول الكلام ده؟ رامي ربيع مدير التعاقدات في نادي المقاولين العرب وقت انتقال سيف الجزيري من نادي المقاولين لنادي الزمالك. يعني مش جمهور الاهلي اللي بيقول، ولا احنا جايين على حد، لا يا اسلام لا، لكن ده الاستاذ كابتن رامي ربيع قال ان اتحاد كره القدم مش بيقول الحقيقه، وان اللي بيقوله ده معناه توريط اتحاد كره او توريط المقاولين العرب، انا اسف، امام الجهات الرقابيه، لان انتقال حر يعني المقاولين ما خدش ولا مليم، وده مش حقيقي. ما زال الكلام على لسانه وعلى عهده كابتن رامي ربيع مسؤول التعاقدات مع كابتن ابراهيم فايق في اون سبورت 2، وقال ان ده مش حقيقي. بالعكس، مسؤولي المقاولين نفسهم قالوا ان النادي دخل له 20 مليون جنيه من هذه الصفقه في الاعاره والبيع، وكلها مثبته رسميا في سجلات وحسابات النادي. فرجع اتحاد كرة القدم، هو نفس الاتحاد، وهو نفس المسؤول كابتن وليد العطار،
المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بيقول ايه بقى امبارح للإعلام؟ بيقول ان عقد الجزيري ما اتفسخش ولا حاجة، وانه كان عقد إعارة بنية البيع وتم تفعيل بند البيع، ولكن العقد اللي وهي الصورة امام حضراتكم، ولكن العقد اللي طلعه الاتحاد امبارح او بمعنى اصح اللي سرب هذا العقد اللي امام حضراتكم هو اللي موجود على التي ام اس. او انا بسال، خليني اسال، انا هنا مش جهه رقابيه، ولكن خليني اسال، هل ده العقد او ده الكلام اللي مكتوب على التي ام اس؟ يعني ده اللي عند الفيفا ولا مش ده اللي عند الفيفا؟ هل ده العقد اللي تم قيد اللاعب بيه ولا هناك عقود اخرى؟ العقد شكله زي ما حضراتكم شايفين اهو، صيغه قانونيه وعند محامي بتاع مش عارف ايه، ولكن هل ده اللي على التي ام اس؟ انا محتاج حد يقول لي. وليه كل شويه الكلام بيتغير؟ يعني هل من الممكن ان يكون هناك عقدين؟ انا ما اعرفش، لكن كلام انا بقول، انا بستنتج، لكن كلام المقاولين العرب او المسؤولين في المقاولين العرب كلهم ناس محترمه جدا جدا جدا، سواء رامي او الكابتن او المهندس محمد عادل المشرف على كره القدم في نادي المقاولين العرب، كلهم ناس محترمه ومن حقهم يدافعوا عن كيانهم وعن سمعه ناديهم طبعا، لان الناس بتقول انتقال حر، يعني انت الناس دي خدت الفلوس دي وحطيتها في جيبها مثلا، معاذ الله يعني، لكن الناس طلعت على الهوا وقالت ان الفلوس دي مثبته في السجلات وما تورطناش مع الجهات الرقابيه لو سمحت، لاتحاد كره القدم. هو ليه الاتحاد، ليه كلام الاتحاد كل شويه بيتغير وكل شويه براي والكلام كله عكس بعضه؟ هو ليه ليه اتحاد كره القدم في القضيه دي قال كل حاجه وعكسها؟ لمصلحه مين؟ لانه قال الزمالك ايد اللاعب باعتباره لاعب حر، المصلحة الوحيدة اللي هتيجي لنادي الزمالك ان هو مش هيدفع ال 5% قول من ال 20 مليون دي، يعني مليون جنيه مثلا، مليون وشوية، ولا 500,000 زي ما تطلع، يعني رقم هايف جدا لا يذكر بالنسبة لقيمة التعاقد اصلا اللي هي ال 20 مليون جنيه. فاللي انت بتقوله ده او اللي انت بتعمله، انت بتجامل مين وليه؟ وهل هناك شبهة مجاملات اخرى في امور اخرى؟ طيب هل هناخد الموضوع ده واتكلم فيه عن لجنه الحكام؟ اخد يعني اتحاد كره القدم ده المفروض هو الاتحاد اللي بيمثلني انا كنادي اهلي، او انا عضو جمعيه عموميه في الاتحاد المصري لكره القدم، ايا ما كان اسم النادي ايه، اي حد من الاسماء اللي موجوده، هل من المفترض ان انا اثق باتحاد كره القدم تم الاعتراف به اولا ان هو خبى الجواب، ان في جواب جه وتشال منه تنظيم نهائي كاس الامم دوري الابطال عشان خاطر النادي الاهلي، اتشال منه هذا الموضوع؟ ادي المره الاولانيه. المره الثانيه النادي او الاتحاد كره القدم اللي مسؤول عني بيجامل نادي على حساب بقيه الانديه، وبيجامله ليه؟ انا ما اعرفش. هل ممكن اشكك؟ الا التشكيك في الزمن، انا عمري ما هشكك في زمن، ولكن انا محتاج حد يطلع يقول لي انت بتجامل ليه نادي النادي الزمالك، وماليش علاقه بنادي الزمالك بالمناسبه، ما يهمنيش، لكن انا بلاش اسم نادي الزمالك. هو ليه حضرتك بتجامل نادي على حساب ال 17 نادي اللي باقيين؟ يعني لو الموضوع ده حصل مع النادي الاهلي هل كنت هتعمل كده؟ انا النادي الاهلي لا يقبل ان هو يحصل معاه كده اساسا. طب النادي الاسماعيلي مثلا، ما هو ممنوع من القيد لغايه دلوقتي، طب ما تساعد النادي الاسماعيلي وتقف مع النادي الاسماعيلي او شوف له مخرج، ايه رايك؟ فاتحاد كره القدم عمال يخش في من اليمين والشمال، قال للزمالك ايد اللاعب باعتباره لاعب حر، لكن نفس النادي اللي هو الزمالك ما كانش مسموح له في نفس هذه الفتره يقيد ثلاث لاعبين منهم لاعب حر اللي هو حمدي النقاس. طب ازاي؟ نادي الزمالك نفسه لما تعاقد مع الجزيري اعلن
أنها إعارة ثم تم تفعيل بند الشراء فيها من يوم 1 يوليو السنة اللي فاتت. وفي نفس الوقت كان ممنوع من قيد اللاعبين بعقوبات رسمية من الفيفا. وكان لو تفتكروا حضراتكم في ذلك الوقت كان بيقيد عمر كمال عبد الواحد وشبانة، ولكن ما حصلش. حتى حمدي النقاز اللعيب الحر لم يتم قيده. عرفتوا يعني ايه حبيبك ببلع الزلط الغلط ولا الزلط؟ عرفتوا يعني ايه الكيل بمكيالين؟ لما تقرير للجنة الشفافية ومكافحة الفساد، هل الإسلام اللي سمى الموضوع ده ولا جمهور الأهلي اللي سمى؟ الوزارة هي اللي مسمية الموضوع كده، وفيها قضاء على أعلى مستوى محترمين وعلى دماغنا من فوق. مكافحة الفساد التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعلنت في تقرير رسمي إدانة الإدارة التنفيذية لاتحاد كرة القدم في إخفاء خطاب استضافة نهائي دوري الأبطال الإفريقي. واللي حصل ده تسبب في خسارة النادي الأهلي ماديا ومعنويا وخسارة بطولة كانت ستضاف لسجل النادي الأهلي ومن قبله سجل بطولات الأندية المصرية. اتحاد كرة القدم بمجلس إدارته ما عملش أي حاجة ولا خد أي إجراء. النهارده بكل الأزمات دي اتحاد كرة القدم ما عملش أي حاجة خالص ولا خد أي إجراء لغاية حتى هذه اللحظة. لكن اللي أنا عرفته من مصادرنا طبعا، والموضوع ده بالنسبة لي مثير للدهشة والاستغراب، إن في خلال الفترة اللي فاتت يعني كان هناك خلاف عنيف بدأ ما بين الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم من أسبوع تقريبا. وصل لأن الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد سجل الموضوع في مذكرة رسمية داخل الاتحاد ضد المدير التنفيذي، ومن يومها حتى هذه اللحظة المدير التنفيذي لم يظهر في المباريات ولا منتخب أول ولا منتخب أولمبي، رغم أنه كان دائم الحضور للمباريات سواء داخل مصر أو خارج مصر. لكن المثير بقى بالنسبة لي للدهشة والاستغراب أن الخلاف ده مش بسبب أزمة الخطاب الأولاني اللي هو استضافة نهائي دوري الأبطال، ولا هو بسبب أزمة التضارب والتراجع الإداري الغير مسبوق والغير مبرر ضد النادي الأهلي في اتحاد كرة القدم خلال الفترة دي. طب بسبب إيه؟ طب يمكن يكون مثلا بسبب إرسال استدعاء لاتنين من لاعبتنا المحترفين برا مصر لأندية غير اللي بيلعبوا فيها؟ لا برضو، لا برضو. ولكن طلع أو المذكرة دي اتكتبت بسبب كلام قاله المدير التنفيذي في إحدى الرحلات الخارجية، ما عجبش طبعا رئيس الاتحاد، فلما وصل له الكلام بدأ الخلاف أو بدأ هذا الخلاف من أسبوع. ولا بسبب أهلي ولا بسبب خطابة استخبى ولا بسبب تقرير لجنة الشفافية ولا بسبب أن المعلومات المغلوطة اللي بيتم إرسالها للاتحاد الدولي، كل ده مش فارق. ولكن هو اتحاد كرة القدم هيفوق امتى من النوم؟ دي الكلمة مش اللي أنا قلتها، اللي اتقالت وخلت الأستاذ جمال علام يغير أو يعمل المذكرة دي ضد الأستاذ وليد العطار. طب يا جماعة يعني أين مصلحة كرة القدم المصرية؟ هل مصلحة كرة القدم المصرية ملهاش أي اعتبار؟ هل سمعة كرة القدم المصرية لدى المؤسسات الدولية ملهاش أي قيمة؟ الحقيقة حاولت ان انا انتقي المصطلحات اللي انا بتكلم بيها، لانه اللي بيحصل ده ما فيش غير حاجة واحدة بس ممكن اقولها، غيبوبة إدارية كروية داخل مقر الاتحاد. غيبوبة إدارية كروية انا هعتبرها ضد النادي الاهلي. انا ممكن اتكلم باسم 17 نادي، لانه اللي حصل حضرتك بتجامل نادي او بتجامل لاعب عشان ضد 17 يعني، ما هو اللي انت بتعمله ده هل ممكن تكون بتعمله مع اي من الانديه ال 17 اللي انا اعرفه؟ كل الانديه محترمه وعلى دماغي من فوق ما عنديش اي مشكله، ولكن اللي انا اعرفه النادي الاهلي لن يقبل كده اساسا، لن يقبل بهذا الامر اساسا. لكن انا بتكلم اهو
نادي عظيم وكبير النادي الإسماعيلي عنده مشكلة، هتقف معاه ولا هتقف ضده؟ ولا هو أندية معينة اللي بتقف معاها؟ ما احنا محتاجين نفهم حضرتك عايز ايه؟ ليه حضرتك بتعمل كل الموضوع ده؟ لماذا لم تقف مع النادي الأهلي في تنفيذ رغبة جمهوره في إقامة نهائي دوري الأبطال؟ وهو حق أصيل للنادي الأهلي على ملعبه. ليه حضرتك شلت السطر ده من الجواب اللي بعته لوزارة الشباب والرياضة؟ على فكرة ساعتها لو كنت قلت هذا الكلام كانت الناس كلها هتطلع تسقف لك، اللي ما بيشجعوش الأهلي قبل اللي بيشجعوا الأهلي، لأنه أنت بتعمل كده مع النادي الأهلي يبقى المفروض تعمل كده مع كل الأندية. ولكن خبي الجواب في الدرج، خبي الجواب في الدرج، شيل الفقرة وخبي الجواب في الدرج. وحتى هذه اللحظة وأنا قلت لحضراتكم هذا الكلام قبل كده، لن يتم محاسبة أي حد، وبالتالي هناك أخطاء. سبحان الله، سبحان الله، الأخطاء. يعني لو ما كانش نادي الأفريقي والنادي الآخر التونسي بعته، والله ما كان ما حدش كان شايف حاجة. ولكن المخطئ دائما الحقيقة بتاعته بتبان قدام الناس كلها، قدام الناس كلها. ده انتوا رايحين، انا بس مش عايز اتكلم في حاجات لان دي معيش مستند بيها، ولكنها معلومه انا متاكد منها لكن معيش مستند بيها. هل هي صحيحه ولا خاطئه بقى ما اعرفش. هل انت يا راجل تستدعي لعيبه تبعت للانديه الثانيه انديه مش هم مش الانديه بتاعتهم، وفي الاخر تلبسوها للاداري وتحولوه للتحقيق؟ واللي بيكتب الجوابات الخارجيه في مين في اتحاد الكوره ومين اللي بيمضي عليها؟ عارفين مين ولا مش عارفين؟ يجب أن يكون هناك حل نهائي لهذه الأمور، يجب أن تتكتف كل الأندية ضد ما يحدث، والحل عمره ما هيكون باستمرار الوضع كما هو عليه، لأن احنا بقالنا سنة في هذه الأخطاء، خطأ ضد النادي الأهلي والآن خطأ ضد 17 نادي، 17 نادي، أنت بتخطئ في حق 17 نادي، أنا هتكلم عن النادي الأهلي، لكن ممكن ده يحصل مع أي فريق آخر، أو الله أعلم إيه اللي بيحصل. هل أنا كنادي أو كمسؤول في نادي يكون عندي ثقة بعد كل هذه الأخطاء اللي تمت إن أنا أتعامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم الممثل لكرة القدم في بره مصر؟ يجب أن يكون هناك حساب. هذه الفترة الغيبوبة الكروية شفنا فيها، الكروية الإدارية بالمناسبة، شفنا فيها اللي عمرنا ما شفناه ولا حصل في تاريخ كرة القدم المصرية. يا راجل ده حتى فيتوريا المدرب اللي كلنا سقفنا لكم وسقفنا لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وللاتحاد إن هم جابوه، قال بأعلى صوت ليه، وهذا الرجل على فكرة العقد الأعلى تعتبره في التاريخ بقاله 20 سنة بيشتغل في الكورة، قال لك أنا، الراجل نفسه قال كده فيتوريا، قال لك أنا بقالي 20 سنة بشتغل في كرة القدم عمري ما شفت اللي أنا شفته في أزمة تضارب المواعيد ما بين أحد الأندية جوه الأجندة الدولية وخروج هؤلاء اللاعبين من المعسكر. لا يا عم فيتوريا، أنا عايزك تجمد، أنا عايزك تجمد كده، لأنه وتاخد مناعة، تبتدي تاخد مناعة، لأنه أنت لسه ما شفتش حاجة، لأن أنت هنا هتشوف اللي عمرك ما شفته. بأسأل كارلوس كيروش بلدياتك يعني لو أنت حابب أن أنت تعرف. وما يعني لو انا اللي جابني اسم معين، هو انا لازم اسمع كلام الاسم ده بس؟ ما انا عندي اتحاد كوره كبير ورئيس ونائب رئيس وكذا وكذا وكذا، ما تتكلم معاهم. ولا هو اللي بيقول لك بس حازم امام، كابتن حازم امام يعني،
طيب هو حضرتك قبل ما تيجي هنا ما سألتش انت هتتعامل مع مين؟ كلنا سقفنا لمجلس الإدارة ولأعضاء مجلس الإدارة ان هم كانوا سعداء، ان احنا كنا كلنا كمصريين سعداء بوجود فيتوريا، ولكن ما يحدث وفرض اسم معين على فيتوريا مش عشان هو بيلعب في نادي الزمالك على فكرة، او كان لاعب على ايمن عبد العزيز، وانا قلت الكلام ده 100 مرة قبل كده، ولكن اللي بيفهم بيفهم واللي ما بيفهمش هو حر. لما بنيجي نتكلم هو كابتن حسن شحاتة كان بيلعب او بينتمي للاهلي؟ كابتن حسن شحاتة دم ابيض، لكن ما كانش في حد في مصر كلها بيتكلم على كابتن حسن شحاتة، عشان كان هناك عدالة في الاختيار، بطولات، ما كانش هناك اي انواع من انواع الاستثناءات في ذلك الوقت. لكن فيتوريا يطلع يقول في مؤتمر ان ده استثناء؟ طب بعد اذنك حضرتك ما اديتش استثناء ليه لاعيبه الاهلي ان هم يروحوا يقعدوا مع فرقتهم ويتمرنوا مع فرقتهم؟ حضرتك ليه ما اديتش استثناء لاعيبه فيوتشر يروحوا يقعدوا مع فيوتشر؟ حضرتك ليه ما اديتش استثناء؟ انا مش هتكلم باسم حد، خليني اتكلم بالنادي الاهلي. هو ليه حضرتك ما عملتش الاستثناء ده للاعبين؟ هتقول لي ما حدش طلب، طب انت ما عملتوش ليه بما انه استثناء باستثناء بقى؟ هو في حاجه اسمها اللعيبه تتغير بين الشوطين، والقرار بتقول ان هو بيتاخد بين الشوطين، يعني ما فيش حصل اتفاقات؟ ما قعدتش مع حد من الاتحاد قال لك اعمل كذا او ما تعملش؟ هل كان في مؤتمر صحفي قبل الماتش قلت انا لسه ما خدتش القرار؟ طيب ما قلتش ليه حضرتك طالما مش ممكن تكون خدت القرار بين الشوطين؟ هل ده ممكن؟ ما اعرفش. يبقى احنا بنتكلم في رياضه من نوع جديد الحقيقه من اللي انا بسمعه ده واللي انا بشوفه، عمرنا ما شفناها. قد تكون رياضة برتغالية جديدة على الشارع المصري، ما اعرفش الحقيقة. وعايزين كرة القدم تتقدم، حاضر، ازاي ما اعرفش بس حاضر هنحاول. ويقول لك اصل انتوا متعصبين، انتوا الفتنة والمش عارف فتنة ايه واقول ايه. يعني انا بحاول زي ما قلت لحضراتكم انتقي الفاظي بشدة، على الرغم من ان احنا بنتعرض لألفاظ غريبة من زي ما حضراتكم شايفين، بس احنا دايما لما بنيجي نرد بنرد باسم النادي، لان احنا بنمثل النادي الاهلي، فلازم نرد بنفس الكيفية وبنفس الطريقة. اقعد قول وين انتوا كلكم، انا عارف الكلمة انا بتخليكوا كلمتي انا بتخليكوا ايه، ماشي ما عنديش مشكلة، قولوا اللي انتوا عايزينه واعملوا اللي انتوا عايزينه، ولكن خلينا نتكلم بمنتهى العدل. هو اللي بيحصل ده طبيعي ولازم اسكت عنه؟ لن اسكت، مش انا لوحدي، كل قناه النادي الاهلي لن تسكت، كل جمهور النادي الاهلي لن يسكت على ما يحدث، لانه في النهايه هذه ليست العداله. عندما يتم الترمخه على جواب وتحطه في الدرج، عندما يتم مجامله احد الانديه، يبقى لازم تقول لنا من المتسبب، ويجب ان يتم اتخاذ قرار في هذا الامر يتناسب مع اللي حصل. وانا بتكلم زي ما قلت لحضراتكم، انا كمؤسسه، يعني انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي او نيابه عن النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي عنده مسؤولين اللي بيتكلموا عنه، ولكن انا بضع نفسي، النادي الاهلي ده مؤسسه، المؤسسه دي كيف تثق في اتحاد كره القدم خلال الفتره اللي جايه؟ لما انا بعت جواب للكاف اضمن ازاي ان هو وصل للكاف، ان هو يوصل سليم من غير حد ما ياخد منه فقره، من غير ما الفار ياخد حاجه كده يعني، او من غير ما يتحط في الدرج مثلا. طب افرض جاي لي جواب حاجة ادور وراك، يعني هجيب مندوب من النادي اقعده في الاتحاد عشان يقول لي الجوابات وصلت ولا لا؟ هل ده طبيعي؟ الفيفا بعت لي حاجه، هو ما بيبعتش للنادي، بيبعت لاتحاد كره القدم او على الاتحاد المحلي. هل انا كمؤسسه اثق في ان الجواب ده هيجي لي؟ طب دي الحاجه اللي ظهرت للناس، امال المستخبي ايه؟ دي الحاجة الظاهرة، وظهرت سبحان الله، سبحان الله، ده اللي ظهر للناس وظهرت كده من عند ربنا، خطاب الأهلي في نهائي دوري الأبطال، واللي حصل امبارح ولا كام يوم اللي فاتوا فيما يخص موضوع عاصف الجزيري. وما خفي كان أعظم، وجهة نظري ما خفي كان أعظم. لكن أنا هوجه رسالة المجلس إدارة اتحاد كرة القدم، استاذ جمال علام ومجلس الاداره المحترم،
كلهم اخواتي واصدقائي بالمناسبه، يعني منهم عدد كبير جدا من اللي موجودين في اتحاد كره القدم زمايلي في المنتخب ومسؤولين عني وفي الانديه، اللي هو مشهور الحاج عامر حسين ده ابويا الروحي يعني وبلدياتي وعلى طول معايا وبشوفه كل حاجه وعلى التليفون، بركات، حازم امام، خالد الدرندلي، الاستاذ حتى جمال علام، الدكتوره دينا، الحاج محمد ابو الوف، كلهم، دكتور ايهاب الكومي، اصدق كلهم اصدقاء واخوات. في منهم قعدت معاهم، حازم وبركات دول عشره منتخبات، واكتر ما قعدت مع اخواتي في البيت. ولكن لا احد يعني، هل انا ممكن اشكك في ذمم حد؟ ابدا، استحاله. لكن انا بتكلم عن اداء اداري لاتحاد كره القدم حتى هذه اللحظه كمؤسسه. هتقول لي يا استاذ الاستاذ وليد العطار ولا كابتن وليد العطار؟ هقول لك ما هو مسؤول، خلاص مشيه لو مش عايزه او لو شايف ان هو بيعمل لك مشاكل. معرفش، انا ماليش دعوه، مش بتاعتي. ولكن انا بوجه رسالتي مباشره لاتحاد كره القدم، لابد ان تحافظوا على مصداقيه اتحاد كره القدم. اعتقد، انا عملت مكالمات كتيرة اليومين اللي فاتوا دول، اعتقد ان هناك شعره بسيطه ما بين في حته الثقه والصدق ما بين حضراتكم والانديه. الجمعية العمومية متابعة كل اللي بيتقال وكل اللي بيتعمل، مش بتتابع إسلام بس، ولكن بتتعمل أو بتتابع كل تفاصيل ما يحدث. عشان كده أنا بقول لحضراتكم حافظوا على مصداقيتكم، ولو هناك أوضاع خاطئة من فضل حضراتكم حاولوا تصححوها بشفافية. مفيش حاجة تدالة جوه ولا حاجة تخش جواب ولا هذا الكلام. طيب بالمناسبة يعني وبجملة بقى الكلام، بجملة الكلام، رفض مارك كلاتنبرج المشرف على لجنة الحكام المصرية المد لأي حكم تجاوز، مش المد على رجل، لا، المد يعني تطويل المدة، المد لأي حكم تجاوز السن القانوني في القائمة الدولية. وبالمناسبة دي حاجة كويسة جدا جدا جدا، بس المهم تكمل الموضوع ده بأداء مختلف وأفضل بكتير من السنين اللي فاتت للحكام في هذا الموسم. اللي أنا حكيته ده حاجة كده بعيدة عن الرياضة الحقيقة. الرياضة غير كده خالص. الرياضة هي الصورة اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي على الشاشة. زمان علمونا إن الرياضة مكسب وخسارة. بس بقول إن الرياضة هي المشهد ده اللي أنا هجيبه لحضراتكم، وهذا هو الفارق ما بين الرياضة الحقيقية وما يحدث من طرمخة. هتقول لي إيه اللي جاب الطرمخة للرياضة الحقيقية؟ هقول لك بكاء نادال في اعتزال منافسه الأكبر والتاريخي لنادال على كل ألقاب الجراند سلام في التنس، سويسري روجيه فيدرر، حتى جيكوفيتش كان نفس الموقف. هات لي يا سمير الصوره لو سمحت. منافس تاريخي بس بجد حاجه محترمه. ومن وجهه نظري ان صوره فيدرر الاعظم، انا بحب فيدرر جدا، الاعظم في تاريخ الرياضه هذه الفتره او في الفتره الاخيره روجيه فيدرر، وفي ظهره نادال، وهو نادال ده اللي هو ايه؟ ان لو روجيه فيدرر ده مش موجود، نادال ده كان خد كل بطولات التنس. ها؟ المنظر اللي احنا شفناه بين نادال واقف ورا فيدرر وبيعيط او جنبه وبيعيط، هذه هي الرياضه الحقيقيه. هذه هي المنافسه الحقيقيه. هذه هي المنافسه التاريخيه في عدد، في كل حاجه حلوه. في كل حاجه حلوه، هو ده المنظر اللي انا بتكلم عليه. انتوا لو كانوا جابوا وسعوا الكادر شويه كنت هتلاقي اعظم واحد من اعظم اللاعبين في التنس من وجهه نظر ديكوفيتش برضو كان موجود في هذه الصوره. وبالتالي هي دي الرياضه، هي دي الرياضه اللي نفسنا ان احنا نوصل لها. وعشان كده النهارده في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون عندي ضيفه كل جمهور النادي الاهلي بينتظر ان هي تطل على شاشه قناه النادي الاهلي او اي شاشه، لانها بطله اولمبيه كبيره جدا وعملت شغل
بس الصورة دي قبل بس ما اتكلم عن بطلتنا الأولمبية، هذه الصورة بالنسبة لي هي الرياضة في أبهى صورها. أعظم ثلاثة في آخر 10 سنين، أعظم ثلاث لاعبين محترفين في تنس الأرضي هم الثلاثة اللي أمام حضراتكم. الثلاثة واقفين وبيتكلموا مع بعض في صورة إن دلت فبتدل على الاحترام والرقي والحضارة في وداع ديكوفيتش ونادال، في وداع فيدرر. حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا. وبالتالي الجزء الثاني النهاردة من هذه الحلقة هيكون عندي البطلة الأولمبية جيانا فاروق، هتكون ضيفتنا النهاردة. هنتكلم فيها أو معاها عن أمور كثيرة جدا تخص كيف وصلت إلى هذه المنطقة، كيف استطاع النادي الأهلي أن يكون سند لجيانا خلال الفترة السابقة، أمور كثيرة جدا جدا. ده هيكون إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة. دلوقتي هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم مع حضراتكم عن أخبارنا، أخبار البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلينا نروح لأخبارنا النهاردة. وطبعا كالعادة حضراتكم هتسألوني وأنتوا ليه ما بتتكلموش كتير عن المباريات الودية فيما يخص النادي الأهلي، وده هناك اتفاق مرة تانية، هناك اتفاق ما بين إدارة أو إدارة الكرة في النادي الأهلي وإدارة القناة على أن يكون الكلام في حدود ما هو يقال أمام حضراتكم الآن. حاجات بسيطة، حاجات نتكلم فيها. ليه؟ لأن المدير الفني عايز كده، وبالتالي الكل في ظهر المدير الفني. إحنا تعودنا على كده وتعلمنا كده وحنفضل كده. فالنهاردة الأهلي بيفوز على أسوان في ثاني تجاربه الودية. فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أسوان 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على استاد الأهلي والسلام، استعدادا لبداية الموسم الجديد الذي يبدأ بمجادلة الاتحاد المنستيري الذي تقام في تونس يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال الإفريقي. طاهر محمد طاهر وحسام حسن سجل هدفي اللقاء أو هدفي النادي الأهلي في هذا اللقاء، أما أسوان فسجل هدفه الوحيد أحمد خالد. ودية أسوان هي الودية الثانية للنادي الأهلي خلال فترة الإعداد، حيث سبق أن لعب الفريق أمام بتروجيت وفاز 5 أهداف مقابل هدف. يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري في ثالث وديات الفريق. إذن الودية الأولى، الودية الحمد لله كسبنا 5، الودية الثانية ربنا كرمنا النهاردة فيها 2-1. الوديتين دول زي ما قلت لحضراتكم لم يتم إذاعتهم، ولكن تم تسجيلهم. هيتم إذاعتهم إمتى؟ زي ما قلت لحضراتكم عندما يتم الاتفاق على موعد للإذاعة مع إدارة الكرة في النادي الأهلي. طيب أنا الحقيقة واحد من الناس اللي عاشوا قصة حياة أو قصة حب عم حارس للنادي الأهلي. تشرفت بالتواجد في فترة داخل النادي الأهلي، كان اللي بيبقى قاعد جنبي لعيبة كبار ونجوم ومحترمين، وكان بيبقى قاعد معانا دايما عم حارس. زي ما أنا بقول دايما، عم حارس ده بالنسبة لنا كأهلوية، كل الأهلوية، رمز من الرموز الأهلوية اللي الناس بتحبها. واحد طلته حلوه الناس بتحب تشوفه. هتقول لي اصله عم حارس ده الصندوق الاسود لاجيال كثيره جدا جدا جدا. وعمري في حياتي، عمري في حياتي اللي عايز يعرف اي معلومه عن اي لاعب، واذا كان اللاعب ده كويس، اللاعب ده وحش، اللاعب ده كشخص يعني، ممكن تسال عم حارس. لكن عم حارس مش هيقول لك ابدا، لانه بيحب اي حد بينتمي للنادي الاهلي. من يومين أنا شخصيا فوجئت بإشاعة أو بلبس كده حصل في على الفيسبوك. أنا ما كنتش طبعا متواجد مع حضراتكم، أنا النهاردة أول يوم ليا في هذا الأسبوع. طبعا اطمنت على عم حارس، لأنه عم حارس بالنسبة لي أخويا، وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي كل جمهور النادي الأهلي بيحب هذا الرجل. وبالتالي خلينا نطمن عليه مرة تانية. عم حارس ازيك يا حبيبي؟ يا كابتن إسلام عامل إيه؟ وحشني يا عم حارس والله. تسألش عليا يا عم حارس؟ اه ما بتسألش عليا. لا بس عليك، بشوفك كل فتره حبيبي. بس عليك بشوف. عامل ايه يا عم حارس؟ الحمد لله زي الفل يا كابتن اسلام. كله كويس؟
زي الفل يا كابتن. عم حارس، الإشاعة أو اللبس اللي حصل من يومين أعتقد برضو طبعاً هو موضوع صعب جداً، ولكن أعتقد إن أنت عرفت قد إيه جمهور النادي الأهلي بيحبك وقد إيه الناس بتحبك. والله يا كابتن إسلام، أنا بعد الموضوع اللي حصل الأخير ده أنا حسيت إن جمهور الأهلي وأي حد بيحب النادي الأهلي إن هو بيحبني وعزيز عليا، إني عم شافوا حاجة زي ديت على عم حارس ربنا افتكره، والناس كلها اتصلت عليا والله في البيت وانا كنت نايم والله. حب يعني حب الناس بيحب فيه خلقه، حب الله من فوق والله يا كابتن اسلام. عم حارس، الفتره اللي فاتت فتره صعبه جدا على النادي الاهلي، وانا عارف ان انت دايما بيبقى ليك رسائل لكل جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي كله بيثق او بيحب يسمع صوتك وبيحب يسمع رسائلك اللي تقدر تقولها له، لو ليك رساله عايز تقولها لجمهور النادي الاهلي من خلال عم حارس تقول له ايه؟ اوصلها لهم. انا بقول لجمهور الاهلي التامن اللي هو في مصر او في الوطن العربي او في اي مكان، النادي الاهلي ما بيقعش، النادي الاهلي لما بيجي يقع بيقوم بسرعه. أيوة. ونطمن الناس ديت ان السنه دي اللي احنا ان شاء الله ابطال دوري وابطال كاس وابطال اي حاجه في الدنيا ان شاء الله. عم حارس، ما حدش ينسى ان احنا النادي الاهلي واخد دوري كان دوري ابطال الدوري قد ايه، وافريقيا قد ايه، وكاس قد ايه. النادي الاهلي مهما يكون النادي الاهلي فوق، النادي الاهلي ما بيوحش. طيب عم حارس، انت مفتقد موسيماني ولا وحشك موسيماني يعني؟ بص كابتن اسلام، انا اي مدير فني طبعا، انت انا عاصرت مدير فني اجانب كتير قوي. طبعا طبعا موسيماني واللي هو يعتبر اللي هو تبنى الاهلي يعتبر، انا بقول عليها اسمها خيانة. تمام يا كابتن؟ تمام يا عم حارس. النادي الاهلي ما بيقفش على مدير فني. ايوه. النادي الاهلي فوق الجميع. ايوه. يعني احنا حاجه كبيره قوي، احنا انت عارف انت كنت لاعب دولي في النادي الاهلي وكابتن اسلام النشاط ولك اسمك. نعم. وعارف ازاي مع الجيل بتاعك اللي هو ابو تريكه والنحاس والناس دي، يعني جيل كبير. صح كده؟ صح كده. مانويل كان عامل ازاي؟ قول لي انت مانويل كان عامل ازاي؟ مستر مانويل نجح. نجح بطريقه مين؟ نجح بطريقه اللعيبه الدوليين الكبار اللي كان معاه في النادي الاهلي اللي هم ساعدوه اللي هو خلوه خد بطولات. لو عم حارس بس مدير فني للاهلي هينجحه، بس اهم شيء اللي بينجحه لعيب. طيب عم حارس، قبل بس ما اسيبك، الناس كلها عايزه تعرف اهم خصائص مارسيل كولر المدير الفني الجديد بشكل شخصي، يعني بعيدا عن التدريب والكلام ده، بشكل شخصي انت شايفه ازاي؟ انت بتتعامل معاه كل يوم. لا والله شخصي مؤدب ومهذب وكل حاجه يعني. وراجل يعني بيحب اللي هو يتعرف على الناس كلها. مين عم حارس؟ مين شعبان؟ مين سيد عواد؟ مين محمد بك؟ مين صلاح؟ مين ده؟ كل الراجل ده عايز يعرف كل جميع السؤالات دي. وانت برضو بتساعده وبترص الماء وكل حاجه زي ما انت، ها؟ زي ما انا كابتن اسلام، ما انت عارف ما 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 ما, ما, ما. والله يا جماعه عم حارس ده خلي بالكوا ده محلل اداء لوحده، يعني هو قاعد كده يقول لي يا كابتن اسلام ده المفروض فلان يطلع وعلان يطلع وفلان ينزل وكذا وكذا وكذا. فيعني ما تقولش على هو الكلام ده، الناس تيجي عليا بقى. لا ده بيني وبينك، ما احنا ما حدش بيسمعنا. حبيبي يا عم حارس، ما تقولش على الهوا مباشره بقى. حبيبي يا عم حارس، يعني اولا انا مبسوط ان انا سمعت صوتك، ثانيا كل جمهور النادي الاهلي كان ينتظر ان هو يسمع صوتك، فانا بشكرك جدا جدا. ربنا يخليك عم حارس على وجودك معانا. وانا بشكر جمهور الاهلي اللي هو بيسمعك حاليا دلوقتي، انه عم حارس بخير. حبيبي يا عم حارس، ربنا يكرمك ودايما تفضل، وربنا يديك الصحه والعافيه، ودايما تفضل تحط الكنزات وتفضل دايما تحلل اداء اللاعبين. شكرا جزيلا لعم حارس. نروح لبقيه الاخبار اللي معانا. برونو سافيو
لاعب الأهلي الجديد يفوز بجائزة هدف الشهر بالدوري البوليفي. أنا مش بتكلم في موضوع برونو سافيو دلوقتي، لكن هيجي الوقت اللي نتكلم فيه مع حضراتكم في هذا الأمر. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر. فضل الجهاز الفني لمنتخب كرة القدم، منتخب مصر لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا، إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها يوم 27 سبتمبر المقبل أو الجاري. المنتخب الأولمبي بيختتم استعداداته لمواجهة بنين للمرة الثانية وديا. أيضا النادي الأهلي السعودي بيعلن تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. آخر خبر معانا انطلاق الدورة التدريبية للفيفا ل30 حكما ومساعدا مصريا. نتمنى رب كل التوفيق زي ما حضراتكم شايفين، على قد ما نقدر بنحاول نجيب لحضراتكم كل هذه الأمور أو الأمور الخاصة بالتحكيم علشان نبقى دايما مواكبين ما يحدث. زي ما قلت لحضراتكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معانا البطلة الأولمبية جيانا فاروق، هتكون في ضيافة البيت الكبير، هنسألها كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها لجيانا وكيف وصلت أن تكون هذه البطلة الأولمبية اللي الكل بيحتذي بسيرتها والكل بيراها واحدة من العلامات المضيئة في الرياضة المصرية. بعد الفاصل جيانا فاروق في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. جيانا فاروق، جيانا فاروق اسم كبير له علامات كثيرة جدا. عندما تتكلم عن هذه البطلة يجب أن تتكلم بمنتهى الاحترام، بمنتهى الأدب، بمنتهى الاحترام، لأنه في النهاية هي تمثل المرأة المصرية وفي نفس الوقت هي تمثل الرياضة المصرية بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأخلاق. جيانا فاروق، ازيك يا جيانا؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله منوره. منور حضرتك يا كابتن. عامله ايه؟ زي الفل الحمد لله. تمام، كله زي الفل الحمد لله. اخبار الحياه ايه بقى بعد الميداليه الاولمبيه؟ والله يعني انا مش عارف حضرتك عارف ولا، انا اعلنت اعتزال على طول بعد الاولمبيكس يعني، فلسه بقى مش متعوده على الحياه من غير تمارين ومن غير الكاراتيه. هل ده كان بسبب ان الكاراتيه مش هيخش الاولمبيات الفتره اللي جايه؟ ده حقيقي. انا يمكن كنت قبل كمان ما الكاراتيه يخش الاولمبياد في 2016 2017 كنت بطلت سنه. وبعد كده لما اتاكدنا من دخول الكاراتيه رجعت مخصوص عشان حلم ميداليه اولمبيه. وكان عندك الامل وكان عندك، انا يا ريت تشرح لنا بس القصه من البدايه. ليه؟ لان حضرتك النهارده سيدات مصريات فاضلات كتير جدا في مصر بينظروا لجيانا فاروق على انها، وهي الحقيقة، أنها بطلة يجب أن تكون الناس كلها تنظر كيف وصلت إلى هذه الميدالية. هي الميدالية نجاح، نجاح من خلال ناديكي ومن خلال ناديكي طبعا وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت هو مجهود كبير من سيدة مصرية في نادي كبير زي النادي الأهلي. والله أنا حلم الأولمبيكس بدأ معايا من 2004 من ميدالية كابتن كرم جابر. طبعا كنت أنا لسه طفلة صغيرة، ويعني كابتن كرم من الناس اللي أنا تربيت على أسطورتها بصراحة. بس ما كانش في ايدي حاجه اعملها لان ما كناش لعبه اولمبيه، يعني الكاراتيه ما كانش ضمن الالعاب الاولمبيه، فكانت اقصى حاجه عندنا هي بطوله العالم بتاعتنا دي. اقصى حاجه ممكن نجيبها. فلا كان في دماغي اصلا في بدايه اللعب خالص احتراف ولا بطولات ولا اي حاجه. فكره الرياضه جت بالنسبه لنا في البيت ان هما في البيت بابا وماما عايزين يلعبونا حاجه نضيع فيها وقت فراغنا علشان ايه؟ يحافظوا على اولادهم بس. يعني يحافظوا بس على اولادهم وجو المراهقه وسن المراهقه والكلام ده، يبقى فيه حاجه مفيده. أوكي. في حياتنا. لحد لما يعني انا قعدت من 6 سنين ل10 سنين بلعب كاتا، ما كنتش بحقق اي حاجه خالص، لحد لما عملوا اول سنه كوميتيه بنات تحت 10 سنين. ساعتها في حد من المدربين قال لي انت طويله واطرافك طويله وهتنفعي في الكوميتيه، خشي جربي. اوكي. ساعتها عملت ثالث قاهره وخامس جمهوريه، ومن السنه اللي بعدها بقى اول قاهره واول جمهوريه لحد لما انضميت لمنتخب مصر في 2009. منتخب الناشئين. بدا بقى الحلم يكبر معايا شويه بشويه، من بطولات جمهوريه لبطولات دوليه، طب من بطولات دوليه لافريقيا، طب من افريقيا العالم،
وهكذا لحد لما الحمد لله خلال مسيرتي قدرت ان انا احقق 11 ميداليه في بطولات العالم، 8 ذهب و3 برونز، غير طبعا 6 افريقيا، 4 بحر متوسط، 2 عرب، دورتين العاب متوسط، دورتين العاب افريقيا، غير 45 ميداليه متنوعه في البطولات الدوليه عامه. 45 45 طب اقوم امشي انا غير لا يا كوتش ازاي؟ لا طيب بما اننا بنتكلم عن الميداليات وعن مشوار طويل لجيانا فاروق، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. حفرت اسمها بأحرف من الذهب والماس في سجلات التألق والمجد في لعبة الكاراتيه بعدما حطمت الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر. هي اسم يعرفه الجميع في مصر، ولم لا، وقد رفعت العلم المصري عاليا في سماء طوكيو، وتحديدا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في اليابان بعد أن توجت بالميدالية البرونزية بعدما أدرجت لعبة الكاراتيه لأول مرة في الأولمبياد. هي النجمة الأهلوية جيانا فاروق. بدأت جيانا رحلتها مع الكاراتيه في عمر 6 سنوات داخل جدران النادي الأهلي بالصدفة. كانت تتدرب في السباحة وقررت ترك السباحة والانضمام إلى الكاراتيه. استهلت مشوارها في كوميتيه كاراتيه تحت 10 سنوات مع النادي الأهلي، ونجحت في الفوز بالمركز الأول على مستوى القاهرة وعلى مستوى الجمهورية، كما حصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كيلوغرام كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه بألمانيا عام 2014. فازت بالميدالية الذهبية في وزن 61 كيلوغرام كوميتيه للسيدات في بطولة العالم بالنمسا عام 2016. توجت بالميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بجمهورية الكونغو عام 2015 وألعاب التضامن الإسلامية بإندونيسيا وألعاب البحر الأبيض المتوسط بتركيا عام 2013. وهذا قليل من كثير، خاصة وأن جيانا تربت داخل جدران القلعة الحمراء على المبدأ المعروف، وهو التتويج بكافة البطولات مهما كانت صعوبة الأمر. قليل من كثير، بالفعل هذه الجملة هي جملة مهمة جدا، لأنه زي ما كانت جيانا بتقول قبل بداية التقرير وهي 45 ميدالية، وهي أعتقد أن رقم كان من الممكن أن هو يدخل في موسوعة جينيس. احنا بالفعل حاولنا ان احنا نقدم في الموضوع ده، بس يعني اترد علينا ان الفئة دي من التقديم ما بقتش موجودة يعني. اوكي، لكن 45 ميدالية بشكل متنوع في كل حاجة، سوري يعني عالم وافريقيا واولمبياد، اولمبياد طبعا لازم ادخلها وهي الميدالية الاهم، في وقت اعتقد ان هو مش طويل قوي برضو يا جيانا. انا بقالي 21 سنه بلعب كاراتيه. على مستوى ال 21 سنه. على مستوى ال 21 سنه. أوكي. بس يعني ممكن نقول ان البدايه في الحاجات دي من 2009 من اول دخولي منتخب مصر الناشئين. هل في احتراف؟ يعني ما اعرفش اوصفها لك ازاي، احنا الاحتراف في كره القدم او الاحتراف في السله انا بجيب اللاعب بتعاقد معاه بديله مبلغ من المال، ولكن هل ده بيحصل عندكم؟ بيحصل، وتعرض عليا ان انا العب باسم كذا نادي تاني، بس يظل الاهلي في القلب. مستحيل. لا الحمد مستحيل لله. الحمد مستحيل. لله. يعني احنا شفنا الفتره اللي فاتت حاجات كتيره جدا، ولكن يظل دائما النادي الاهلي في القلب. مش عايز ادخلك في هذه الامور، لكن في النهايه اعتقد انه بعد الفتره دي ازاي تقرري ان انت تعتزلي بعد ما وصلت ان انت خدتي الاولمبياد؟ ولكن اعتقد ان انت كان عندك وقت تاني تقدري تكملي فيه. والله القرار بالنسبه لي ما كانش سهل خالص. أوكي. يعني انا كنت من النوع اللي بيتنفس كاراتيه، حياتي كلها قضيتها جوه المعسكرات والتدريبات والبطولات، وعشان كنت اوصل للليفل ده في اللعبه، فانا اصلا كنت عاشقه اللعبة، كنت مهووسه كاراتيه. يعني انا أوكي. في حاجات كنت بعملها جوه التدريب، الناس لما بتسمع انا كنت بعمل كده بيقولوا دي واحده مجنونه، يعني مش حد بيعمل الكلام ده. انا كنت بتعب جدا، كنت بشقى جدا جوه التمارين. فكان قرار اصلا الاعتزال بالنسبه لي كان صعب جدا جدا ان انا اخد حاجه زي دي.
بس أنا مؤمنة دايما أن الحياة مراحل، ويمكن دي نهاية مرحلة الكاراتيه بالنسبة لي كلاعبة، بس بداية مراحل تانية برضو ممكن يبقى ليها علاقة بالكاراتيه، سواء في جزء إداري أو في جزء تدريبي أو تحكيمي، يعني على حسب ما هشوف هحب أن أنا أشتغل في أنهي جزء. وعامة لسه بقى في مجال الرياضة بإذن الله. لسه ما فكرتيش يعني، لسه لم يصل إليك التفكير أو يهديك تفكيرك؟ أنا حابة أكتر للحتة الإدارية، ميلة أكتر للحتة الإدارية عامة في مجال الرياضة، مش شرط بس في الكاراتيه. في الكاراتيه لكن بشكل عام يعني. بشكل عام. ممكن تتجهي لجنه اولمبيه، حاجه اولمبيه برضو؟ ممكن لجنه اولمبيه، ممكن مجلس اداره النادي الاهلي الانتخابات الجايه. يعني اتمنى باذن الله، لان اهلي طول عمره بيتي، واتمنى ان انا اخدم في النادي الاهلي. يعني من الممكن ان انت تخدمي اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي من خلال وجودك كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي ده؟ بس لسه بدري، ده لسه ثلاث سنين. لسه بقى الانتخابات الجايه ان شاء الله. الله يديك الصحه. لكن طيب، تنصحي ايه بقى البنات في مصر؟ انهم لما تيجي تتكلمي عن الكاراتيه، اوكي الكوميتي لعبه او يعني نوع من انواع الكاراتيه قد تكون مختلفه شويه، ولكن لما تيجي تتكلمي بقى على الشكل العام للكاراتيه، حاجه يعني حاجه كلها رجاله قوي. والله يعني الرجاله قوي، لازم اعمل لك لسه كنت هقول يعني مش كده غلط، بس يعني عشان كده بقول لك الناس بتشوفها في هذا الاتجاه، فمحدش كتير بيحاول يودي بنته لهذا الامر. انا دايما بصنف الكاراتيه بالنسبه لي من الالعاب القتاليه الغير عنيفه، لان احنا مش بنعتمد على الضرب او قوه الضربه، احنا عندنا رولز بتمنع ان انت تصيب اللاعب اللي قدامك، في مسافه معينه لازم تحافظ عليها في الضرب، في حاجات اخلاقيه كتير لازم تحافظ عليها جوه الملعب، فهو الموضوع بيعتمد اكتر على السرعه واتخاذ القرار وسرعه رد فعلك جوه الملعب، وانك تعرف انك تفكر بسرعه وتنفذ، وتبقى المسافه كمان مظبوطه عشان يعني النقطه تتحسب ليها كرايتيريا كبيره لازم ان انت تحققها كلها. فانا يعني بحس ان الكاراتيه مش لعبه عنيفه على قد ما هو لعبه تعتمد على الذكاء وسرعه رد الفعل. الكوميتي بقى يعني اشرح لنا يعني ايه كوميتي؟ الكوميتي ده الفايتنج اللي انا بلعبه اللي كان ظاهر في التقرير، في جزء تاني اللي هو الكاتا اللي هي الستايلنج، ان في حد بيقف يادي مجموعه حركات على الملعب كان في حد قصاده او منافس قصاده بيأدي عليه المجموعه الحركيه دي. ده الفايتنج اللي احنا ده الفايتنج ده الكوميتي بنشوفه، ده اللي هو الفايتنج. اه ده الناحيه الثانيه بقى اللي هي الحاجات اللي بتقعد الكتابه اللي هي في الهواء كده بنعملها كلنا واحنا صغيرين. انا متخيل ان معظم الشباب والشابات الصغيرين بيروحوا ما اعرفش ليه يعني سباحه وتنس وكاراتيه. انا في الاول بدات سباحه، مش هضحك على حقيقة، يعني انا الكاراتيه جه معايا بالصدفه البحتة. احنا يعني احكي لنا طيب القصص دي، اصل القصص دي ملهمه للشباب، خلي بالك والبنات اللي بيتفرجوا عليك. احنا يعني زي اي حد من اهالي، فعلا زي ما حضرتك بتقول اول حاجه بتيجي يا اما كوره بالنسبه للاولاد، يا اما سباحه، يا اما يعني اللي هي الحاجات دي. ففعلا بدانا في الاول بالسباحه. اوكي. وصاله الكاراتيه ساعتها في النادي الاهلي القديمه كانت جنب حمام السباحه، كانت عند صاله البينج بونج. فبالصدفه انا مخلصه تمرين وطفله بقى عند 6 سنين بلعب حوالين البول وبتاع، فلقيت تمرين كاراتيه شغال، ولا اعرف اصلا اللعبه دي كان اسمها ايه ولا مين دول. انا شفت الناس بتضرب في بعض وعماله تعمل اصلا حاجه لطيفه. قلت بس هذا هو ذوقي، قعدت اخش اجرب. قعدت بقى اتفرجت على التمرين للاخر خالص، وروحت بقى قلت لهم ايه عايزه اجرب العب اللعبه دي، وجت من هنا بقى. كان كام سنه كان عندك؟ كام ست سنين. ست سنين. ست سنين. باباكي ومامتك ما تكلموش في الامر خالص؟ بالعكس، شجعوا الموضوع جدا، وكانت برضو الفكره برضو بالنسبه لهم في الاول نعلمها حاجه تعرف تدافع بيها عن نفسها، ولا كان في دماغهم برضو احتراف ولا بطولات ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. ولكن هي كانت البدايه ان انت تدافعي عن نفسك ازاي. بس كده، ما كانش في حد فيهم بيلعب يعني، ولا الوالد ولا الوالده، ولا كانوا بيفكروا بيلعب كاراتيه يعني؟ لا كاراتيه لا، بابا كان بيلعب كوره وملاكمه، وماما كانت بتلعب باسكت بول وتنس. بس يعني العيله رياضيه، بس بعيده عن الكاراتيه. الاسره رياضيه. ولكن بعيدا عن الكاراتيه. بالظبط. لكن انت اللي رحت قلت لهم انا عايزه، وانت عندك 6 سنين. بالظبط. طب خلي بالكم على نفسكم بقى عشان طيب مين صاحب الفضل الاول بعد اسرتك يعني في الوصول للي وصلت له جين؟ هو طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد اسرتي، انا بدين بالفضل لمدربي وابويا واخويا الكبير كابتن محمد عبد الرجال. هو صاحب البصمه جوه تاريخي. طبعا في ناس كتير ليها فضل عليا، وانا بعتبر ان كل مدرب قال لي كلمه بسيطه او نصيحه حتى لو ما مرنيش فهو ليه فضل عليا، لان اكيد فرقت معايا واكيد حسنت من مستوايا. بس نقدر نقول ان هو كابتن محمد عبد الرجال هو المدرب اللي كون شخصيتي. بالظبط، اللي كون شخصيتي كمدرب،
وطبعا يعني الاب الروحي لكل لعيبه الكاراتيه في النادي الاهلي الدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز عندنا، هو اللي كان برده من وانا صغيره شايف هي بطله وياما قسي عليا عشان يطلعني بالظبط. عرفت فايده القسوه دي ايه، بس يعني طلع رجاله من النادي زي ما بيقولوا يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب دور الاسره برضو الاب والام في وصول، دايما بحب اتكلم في هذه الامور لانها زي ما قلت لك انت بالنسبه للبنات كتير والولاد كتير مثل ناس نفسها تبقى زيك يعني. والله انا بقول ان لو ربنا بيوزع الارزاق 24 ايراد فانا ال 24 ايراد بتوعي جم في عيلتي بصراحه وفي اهلي، كانوا داعمين جدا جدا وكانوا فيري سبورتيف، تعبوا معايا كتير قوي قوي. يمكن بابا وماما طبعا هم اللي كانوا من واحنا صغيرين بقى بيجروا ورانا في التمارين وبيوصلونا وبيجيبونا، يمكن ماما اكتر شويه، يمكن بابا برده كان شغله بياخده شويه. ماما من وانا صغيره لحد اخر تمرين قبل اولمبياد طوكيو وهي حاضره معايا كل التمارين وبتبقى موجوده معايا في كل التمارين. اخواتي طبعا ياما ضغط البطولات ده اثر على البيت وكان في تنشنه وهم استحملوا ده واستحملوا ظروفي وساعدوني كتير، وكانوا دايما بحس ان هم في ظهري وفخورين بيا، سواء انا ربنا اراد ان انا اعمل ميداليه او ما اعملش هم كانوا على طول فخورين بيا، ويمكن دي الحاجه اللي كانت دايما بتشجعني يعني. طيب بما اننا بنتكلم عن دور الاسره ان شاء الله في الجزء الاخير من هذه الحلقه هيكون معانا والد جانا فاروق الاستاذ محمد فاروق، وهو برضو هيعرفنا برضو او يقول لنا لانه مخرج كبير الحقيقه في التلفزيون المصري، هيقدر يتكلم معانا بقى في يقول لنا برضو سمير بتعمل ايه عشان ما تبقاش تقعد تتنطط علينا وتقول لنا استاذ محمد فاروق هيجي بقى يقرص لك ودانك النهارده. طيب تعاملك كان في الدراسه مع التدريب بيبقى ازاي؟ يعني كل اب وكل ام عايزه بنتها تبقى لعيبه كويسه وكل حاجه تط تط تط، لكن في نفس الوقت اهم حاجه تكوني دكتوره. خليني اقول لحضرتك معرفش ازاي بس ماشي. هي حصلت طبعا الخناقه بتاعت الثانويه عامة ان البيت انقسم نصين، نص لا تبطل بقى وتركز في الثانويه العامه عشان تجيب مجموع وخصوصا تلعبي لعبه برضو. يعني كنت بدات ابقى بطله عالم وكل حاجه يعني جبت بطولات عالم، بس برضو هو يظل عندهم برضو التعليم هو رقم واحد يعني. فالنص يقول لك لا تقعد عشان خاطر المذاكره والامتحانات وكده، والنص الثاني لا وتكمل ولسه كتير عليها وكده. بس بصراحه هم سابوا لي انا حريه الاختيار في حاجه زي كده، وجم اتكلموا معايا وقالوا لي ده قرارك فكري كويس وخديه، بس خليكي عارفه انك هتتحملي نتيجه اختيارك ده بقيه حياتك. وانا قعدت فكرت مع نفسي وجيت قلت لهم انا باذن الله هكمل في الاثنين وباذن الله ربنا هيقدرني وهجيب مجموع. فعلا جبت مجموع ودخلت صيدله، انا خريجه صيدله القاهره. ايه ده دكتوره بقى؟ ده انا لسه انا كنت بقول كده بالظبط. لا لكن في نفس الوقت يعني هل ده اثر عليكي؟ ما اعتقد ان هو هيؤثر بشكل سلبي مليون في الميه، كفايه المعسكرات كفايه التمرين زي ما بتقولي انت كنت قاسيه على نفسك جدا في التمرين عشان توصلي للمرحله دي، وبالتالي مع صيدله انا تقريبا ما كنتش بنام يعني. انا لما دخلت صيدله كان يومي بيبدا من بعد صلاه الفجر تقريبا، كنت بقوم انزل اعمل تمرين وبعد كده اطلع على الكليه وارجع من الكليه اعمل تمرين تاني ورايح ساعه او ساعه ونص واعمل تمرين تالت. لا لا والله اليوم كان كده. وبعد كده لو مثلا متبقي لي ساعتين او ثلاثه ممكن اقرا فيهم حاجه مثلا ليها علاقه بالكليه او اذاكر، وانام مثلا على الساعه 12 واليوم يبدا من 5، فكان عدد ساعات نومي اقل بكتير من اللي المفروض اي حد ينامه رياضي. بس كانت هي دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اوفق ما بين الحاجتين يعني. بيتهيألي في المعسكر كنت بتريحي اكتر. بيتهيألي معسكرات منتخب معسكرات كده. انا كنت انا من المعسكر اطلع على الكليه وارجع. لا ما احنا كليه عمليه لازم لازم اكون حاضره معظم. وخدتيها مره واحده؟ خدتها الحمد لله في 5 سنين. الخمس سنين في 5 سنين الحمد لله. تكلمي جد؟ والله الحمد لله. لا يا جماعه دي لازم يعني جيانا لازم نهنيها كلنا على الاداء اللي في الكوره اللي في في الكاراتيه، والاداء كمان اللي في الدراسه الحقيقه. لانه طب بقول لك ايه؟ مفيش دواء معين توصفه لي عشان انا ما بنامش كتير وعايز انام. طيب مثلك الاعلى بقى مين في الكاراتيه؟ وهكلمك برضو في الكوره، بتحبي مين في الكوره؟ بالنسبه للكاراتيه من واحنا اطفال صغيرين واحنا كنا شايفين دكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره
هو مثلنا الاعلى في النادي وكان راجل بطل عالم ودكتور اسنان، فكان بالنسبه لنا مهند مجمع كل حاجه فمن واحنا صغيرين، ومهند هو كان مثلنا الاعلى في الحته دي في الكاراتيه. ولحد دلوقتي يعني هو اخويا الكبير وانا بعزه جدا، وعندي مشكله ليها علاقه بالكاراتيه دايما بلجا لمهند، يعني بحب اتكلم معاه كتير يعني. اما بقى بالنسبه للكوره ف بتحبي الكوره اساسا بتتفرجي ولا؟ انا مش كرويه قوي بصراحه، مش هضحك على حضرتك لان بشوف ان الكوره ظلمت الالعاب الفرديه عندنا في مصر بشكل كبير، فيمكن ما كنتش بهتم قوي بالفرجه، بس بقى في طبعا ماتشات منتخب او ماتشات الاهلي بقعد اتفرج، بس مش اي ماتشات اقعد اتفرج عليها. لازم تبقى حاجه مهمه جدا. حاجه مهمه يعني بالنسبه لي، سواء بقى ماتش النادي الاهلي او ماتش منتخب مصر. وطبعا يعني نجمنا ونجم مصر محمد صلاح، ومش بحبه للحته الكرويه برضو، انا ما بفهمش كوره قوي، بس بحب دماغه، بحب شخصيته ودماغه، بحب طريقه تفكيره يعني. طيب مستقبل الكاراتيه في مصر هيبقى عامل ازاي؟ شايفاه ازاي؟ والله الحمد لله مصر من اوائل الدول على العالم في الكاراتيه. احنا عندنا ابطال عالم كثيره جدا جدا، عندنا لعيبه على اعلى مستوى. يكفي ان الاولمبيات اللي فاتت كان عندك 5 لعيبه من مصر مشاركين في 5 ايفنتات من الثمانيه اللي كانت موجوده، فدي كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا. مصر من 2012 او قبل 2012 وفي بطولات العالم دايما لازم هتلاقي لعيبه مصريه طالعه على البوديوم. من اول 2012 لحد دلوقتي مصر على طول في انجازات بالنسبه للعبه الكاراتيه، ف يعني حتى باشاده الاتحاد الدولي للكاراتيه ان اللعيبه المصريه من اجمد اللعيبه اللي موجوده على مستوى العالم، وفيديوهاتنا بتتاخد وماتشاتنا بتتاخد وبتدرس في كذا حاجه يعني. ليه رجعوا الاولمبياد في ليه رجعوا الكاراتيه في الاولمبياد وبعدين طلعوه مره ثانيه؟ مش فاهم القصه، لو سمحت اشرحيها لي. احنا بالنسبه لنا احنا ما كناش لعبه اولمبيه، بس البلد المستضيف من حقها ان هي تدخل 4 العاب جديده، فبما ان الاولمبياد اللي فاتت كانت في طوكيو في اليابان، فطبعا هي منشا لعبه الكاراتيه، فكان من ضمن الاربع العاب الكاراتيه، فدخل الكاراتيه ومعاه 3 العاب تانيين. في باريس 24 خلوا الثلاث العاب التانيين وشالوا الكاراتيه وحطوا مكاننا البريك دانس. البريك دانس؟ ان شاء الله. عشان باريس. بالظبط. لكن طب ليه الكاراتيه مش لعبه اولمبيه؟ ما انا عايز افهم ايه المغزى يعني. لحاجات كتير. اولا اكبر حاجه ان احنا لعبه تقديريه وبتعتمد على قرار الحكم في الاول في الاخر. يعني مش زي التايكوندو مثلا في سنسور او حاجه لما بيضرب فيه السنسور هو اللي بيحسب البوينتس، لا. احنا اللعبه كلها بتعتمد على ان الحكم شايف اذا كانت دي نقطه ولا مش نقطه، شايف ان اللاعب ده كان احسن ولا اللاعب ده كان احسن. ويمكن للاسف دي حاجه من اللي انا عانيت منها ساعه ماتش السيمي فاينال في الاولمبيكس، ان الظلم اللي حصل لي كان بسبب قرار الحكم. فبالتالي قال لك ما نوجعش دماغنا يعني. بالظبط. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت بتخلي الكاراتيه ما يخشش في الاولمبيكس يعني. فعشان كده دخلوه في اليابان وبعد كده هم طلعينه مره ثانيه. بعد كده طلعوه، بس بنحاول في 2028 باذن الله ان هو يبقى موجود. ازاي بقى؟ بنحاول نرجعه ثاني ضمن الالعاب اللي تخش، وبعد كده باذن الله يتثبت ويفضل جوه على طول. طيب اعتقد ان هو بتبقى بالتصويت مش كده؟ لو لعبه بيتم اضافتها في اللجنه الاولمبيه، لو بتضاف يعني بدون ما تكون استثنائيه، اعتقد ان هي بتبقى بالتصويت في اللجنه الاولمبيه. بتتجرب كذا سنه جوه الاولمبيكس، يعني ممكن تتجرب دورتين او ثلاثه وبعد كده يتم 12 سنه. 12 سنه. يعني ما مصر تستضيف 2036 14 سنه ان شاء الله يعني. نتعشم طبعا وعندنا طموح كبير في هذا الامر. طيب احلامك انت بقى الخاصه والمستقبليه بالنسبه للكاراتيه، انت بتحلمي بايه؟ بتفكري في ايه خلال الفتره اللي جايه؟ والله بالنسبه لي انا الفتره اللي جايه حابه ان انا اشتغل على حته مساعده الرياضيين ان هم يتخطوا العقبات والحاجات اللي هي بتواجههم، بحيث ان هم لما يجوا في اولمبياد باريس 24 يعني كل الحاجات اللي احنا كنا بنقع فيها او المشاكل اللي بتواجهنا هم ما يقعوش فيها، ان هم ان شاء الله في باريس 24 يقدروا يعملوا اكتر من الست ميداليات اللي احنا عملناهم في طوكيو. واتمنى بقى ان الفتره الجايه كده عندي شويه خطط ومشاريع حياتيه، اتمنى باذن الله ان انا اعرف يعني اتوفق فيها باذن الله. طيب لغايه ما تفكري عايزه تتكلمي في المشاريع دي ولا لا؟ خلينا نطلع نشوف التقرير اخر عن جيانا فاروق مع جمهور النادي الاهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. بتشرفي الأهلي دايما وبتشرفي مصر.
واقول ان انت كان ميلاد بطله كان على ايدنا في المنتخب، وكنا بنشرف بيكي وبنعتز بيكي. وعايز اقول لك اذا انت قررت الاعتزال فالخبره اللي اكتسبتيها لازم تصدريها للاجيال اللي جايه، لانك كنت بطله بمعنى الكلمه وصبوره وحموله وشرفتينا. يا دي فخر كبير لمصر ولل يعني وللنادي الاهلي وكل وللمراه عموما، وده تكريم يعني اقول لحضرتك مش هنقدر نوفيها حقها، لان احنا نتمنى ان كل يمشي يعني ايه على خطاها. بنبعت لها رساله حب نقول لها الف مبروك، انت شرفتي النادي الاهلي وشرفتي مصر. احنا كلنا بنبقى مبسوطين جدا لما حد من ولادنا في النادي او من مصر ذات نفسه ياخد حاجه عالميه، بنبقى حاجه بتسعد الناس كلها. نامل انها تملي، وبعدين عايزين مراكز متقدمه اكتر من كده، عايزين نزود الناس اللي بتفرحنا ونشكرها ونقول لها جون ربنا يوفقك. اقول لها الف مبروك، وهي واجهه مشرفه وجميله وربنا يوفقها، وان شاء الله تبقى فخر مش للنادي بس، البلد كلها معاها. طبعا في الاول بنقول مبروك لمصر، وبنقول مبروك للنادي الاهلي، وبعد كده نقول مبروك لجيانا. وفخر لمصر طبعا ان لعيبه زي دي تكون من بنات النادي الاهلي، يتم تكريمها عالميا ويتم تكريمها دلوقتي محليا في بلدها وفي ناديها. ما شاء الله عليها، ده فخر لمصر، وربنا يوفقها ويقدم لها كل خير. انا ببارك لها وبقول لها الف مبروك وربنا يوفقك، ودايما يا رب يا رب في فوز دايما، ورفعتي راس النادي الاهلي المرفوع اساسا لان هو نادي الكل، ونتمنى لها التوفيق والنشاط اكتر واكتر باذن الله. بشكرها على اهتمامها باللعبه الجميله ديت، وان هي قامت بدور جامد ورفعت مصر على مستوى العالم. جمهور النادي الاهلي تقولي له ايه؟ دول احلى حاجه في الدنيا يعني. جمهور عظيم وجمهور رائع، وانا بتشرف ان انا لعيبه في الاهلي، وان الناس دي هم جمهور اللي كانوا دايما في ظهري، ويمكن موقفهم معايا بان قوي ساعه ماتش السيمي فاينال واللي حصل ساعه اولمبياد طوكيو. لقيت الناس دي كلها في ظهري، والناس كلها بتشجعني، والناس كلها زعلانه على اللي حصل. فشكرا لجمهور النادي الاهلي، ودمتم دايما فخر وعزه للنادي الاهلي يعني. طيب هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع جيان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تكريم الحقيقه بجائزه فاطمه بنت مبارك لرياضه المراه، اعتقد تكريم رائع في وقته يعني. ده حقيقي، انا ما كنتش متوقعه خالص ان انا ممكن اوصل لل يعني المرحله الاخيره اللي هو ضمن افضل ثلاث مرشحات يعني. سجلت في الموضوع ونسيت حتى الموضوع، جم قبل نسيت خالص والله، جم قبلها بكام يوم لقيت في تليفون بيجي لي وانت ضمن الثلاثه المرشحات للجائزه. وطبعا يعني الجميله هدايه ملاك والجميله بسنت حميده، ثلاث مرشحات كانوا مصري، اسماء كبيره طبعا يعني في وسط هدايا ملك وفزانه حميده يعني. بنتين من اجمل البنات المصريات اللي في الرياضه المصريه عامه، وعملوا انجازات لمصر كبيره. فكان بالنسبه لي والله ما كنتش متوقعه خالص ان هي هترسي عليا، او ان انا ممكن اكسب يعني الجائزه. انا كنت راحه مبسوطه ان انا فوزتهم، ورايحه اقضي يومين حلوين واشوف صحابي وخلاص. ببص لقيت بيتنده على اسمي، مش مصدقه ان ان هم اختاروني فعلا. ما كنتيش بتعرفي من قبلها يعني؟ لا لا ما كناش عارفين، لا لا يعني احنا لحد ما كنا يعني قاعدين ما حدش فينا عارف مين اللي هيكسب ومين اللي مش هيكسب. واحنا رايحين بقى اي واحده فينا كانت هتاخدها كانت هتبقى برضو يعني فخر للرياضه المصريه يعني. بس حاجه جميله جدا ان يتم تكريمك في هذا المحفل الكبير اعتقد، ولرياضه المراه تحديدا، اعتقد شيء جيد جدا. اكيد طبعا شيء رائع يعني. هم كمان من الدول اللي بتهتم قوي قوي بالحته بتاعه المراه والرياضه بتاعه المراه، فكنا هم يختاروني في حاجه زي كده كانت بالنسبه لي كبيره يعني. طيب من ضمن البطولات اللي خدتيها، انهي بطوله اصعب بالنسبه لك؟ طبعا يعني هنركن بقى اولمبياد دي على جنب، لان طبعا هي دي اصعب حاجه وقصه تانية خالص. بس يمكن من اصعب او اغلى الميداليات على قلبي هي ميداليه بطوله العالم للانسات 2014
لان كانت اول مشاركه ليا اصلا في الانسات، كنت جايه من الصغيرين. كنت اصغر لعيبه في البطوله كلها مش بس في منتخب مصر، وما كانش عندنا بنت قبل كده جابت ذهب في بطولات العالم للانسات. فكان ده بالنسبه لي حلم كبير، ويعني كنت طالعه اللي هو ايه، والله جبتها اديني عملت انجاز، ما جبتهاش كده ما حدش هيلومني على حاجه، انا اصغر واحده اصلا في الفرقه كلها وفي البطوله كلها، والسنه اللي بعدها نجرب. والحمد لله كان فضل ربنا كبير قوي قوي علينا في البطوله دي. ساعتها جبت ذهب الفردي وجبنا ذهب الجماعي كمان. الله، فبالنسبه لك دي كانت احلى، دي كانت اغلى اغلى ميداليه. عندك هوايات تانية يا جيانا غير يعني كراتيه رياضه ما عندكيش؟ ايه هوايتك في يعني مش عارف، في وسط الصيدله وفي وسط الكاراتيه ايه كانت هوايتك؟ والله انا بحب تخرجي بينها من الضغوط، يعني بحب اطبخ لما بيبقى عندي وقت. يعني امتى؟ طيب عندي وقت ومزاجي رايق بحب شويه المطبخ يعني. فعلا تعملي ايه بقى؟ بعمل محشي حلو وبعمل سنبون حلوه، يعني بعمل كل الحاجات الطبيخ الحلو، ما عدا طبعا بقى الحاجات اللي هي الكوارع والعكاوي والكلام ده لا ما بجيش ناحيه، ما بجيش ناحيه الملوخيه السبانخ ولا الكلام ده، اي حاجه بصلصه تمام ماشي برده شغال. بس يعني انت كده. طيب لو انت قاعده في المعسكر ممكن تقري، ما عندكيش هوايه اخرى يعني في بيتك؟ اوكي، لكن لو انت قاعده في معسكر قاعده في حاجه بتعملي ايه؟ لو انا عندي وقت فراغ جوه المعسكر، لان انا طبعا كان معظم الوقت ببقى لو عندي وقت فراغ كنت ببقى قاعده بذاكر، غالبا كنت بتفرج على ابطال اولمبيين قبلي. اوكي، كنت بحب دايما اتفرج على كاراتيه تحديدا ولا عموما؟ لا عموما، يعني انا كنت مهووسه بكابتن كرم جابر وكابتن رشوان، ربنا يا رب يديله الصحه. يعني انا اتعلمت منه الاخلاق، اتعلمت ان الرياضه اخلاق من كابتن رشوان. كابتن كرم جابر علمني ان اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. يعني كابتن كرم جاب في 2004 وما لعبش 2008 وجي في 2012 جاب تاني. فانا من الحاجات اللي فرقت معايا قبل اولمبياد طوكيو زياره كابتن كرم جابر ليا في المعسكر. اوكي، انا كنت هموت واشوفه من وانا طفله يعني. اخيرا دور النادي الاهلي برضو في هذه الامور ايه؟ يعني انت دايما ما بتيجي تتكلمي دايما تقولي النادي الاهلي النادي الاهلي، ايه دور النادي الاهلي برضو؟ عايزين الناس تعرف ايه هو دور النادي الاهلي. انا بالنسبه لي مش هتكلم على دور النادي الاهلي في حته الكاراتيه، لان يعني احنا عندنا مدربين كبار جدا جدا، وعندك ابطال عالم كتير قوي طالعه من النادي الاهلي. بس اللي هتكلم عليه اللي انا اتعلمته من النادي الاهلي، حته الاخلاق الرياضيه والتزامك بالمبادئ، وان انت ما تتخلاش عن مبادئك علشان خاطر توصل لهدفك، لا اوصل لهدفك وانت محافظ على مبادئك. وطبعا روح الفانيلا الحمراء، يعني لعيبه الاهلي كلهم مقاتلين، فدي حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها من النادي الاهلي. هل الموضوع ده حقيقي؟ بمعنى ان احنا مثلا لما بنيجي نتخانق في الاعلام نيجي نقول روح الفانيلا الحمراء، الناس تقعد تتريق، بعض من لا يشجع النادي الاهلي مش فاهمين طبعا الفرق ما بين. لكن انا عايزك انت تشرحي، حتى في الالعاب الفرديه هل روح الفانيلا الحمراء دي مؤثره وبشكل ايجابي؟ يعني اللي معاش ومجربش مش هيفهم اللي احنا بنقوله. أوكي. مش هيفهم يعني ايه ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي. اللي زود الحته دي عندنا ان احنا كان بيبقى عندنا دوريات بنلعب باسم النادي الاهلي، يعني دي مش انجاز شخصي بقى، انت بتلعب دوري فرقه بتلعب باسم النادي الاهلي. يعني لما هنكسب ونجيب مركز هيبقى الاهلي جاب، مش جيانا جابت ولا فلانه جابت ولا فلان جاب، الاهلي جاب. فكنا بنستقتل على الملعب عشان الحته دي، ان احنا نخلي الاهلي هو رقم واحد في الدوري، ده كانش انجاز شخصي. فدي من الحاجات اللي زودت عندنا الحته دي، ده غير ان احنا اصلا عندنا الكاراتيه، لعيبه الكاراتيه كلهم من ابناء النادي، يعني ما عندناش اعضاء رياضيين، احنا من ابناء النادي. الصوره دي الصوره دي ما كانش سهل يعني، واضح الصوره دي من اغلى الصور بالنسبه لي، ان هي ليها قصه. ناس كتير ما بتشوفها بتقعد تضحك، بس دي كانت قبل اولمبياد طوكيو. قبل اولمبياد قصتها ايه؟ احنا طبعا كان في فرق توقيت ما بين مصر وطوكيو، فكان لازم نعكس اليوم. اوكي، يعني احنا كنا بنصحى نتمرن الفجر ونفضل قاعدين صاحيين عشان نعمل تمرينه ثانيه على الساعه 11 او 12 الظهر، ونفضل مثلا ساعتين كمان ولا حاجه، وبعد كده ناكل، وبعد كده نتمرن التمرينه الثالثه، والمفروض بقى ان الوقت ده تنام، انام بقى ده اللي هو الساعة 5 اللي هو مثلا على الساعة 4 5 ابقى نايم، واصحى بقى تاني على ميعاد التمرين بتاعي. للأسف قبل الأولمبياد كان حصل لي إصابات كتيرة قوي، وإصابات قديمة رجعت تاني، لأن أنا
كنت فعلا زي ما بقول لحضرتك انا كنت مجنون التمرين، كنت بقصى على نفسي جدا جوه التمرين، ففي بقى اصابات كانت قديمه رجعت تاني وفي اصابات جديده ظهرت، فكان الوقت الوحيد اللي انا اقدر اعمل فيه جلسات العلاج الطبيعي هو وقت النوم، لان انا الوقت التاني بتمرن فما عنديش وقت اعمل فيه الجلسات بتاعتي، فكنت فتره النوم بتاعي هي اللي باخدها ان انا اعمل جلسات، لان انا مش هينفع اوقف تمرين. يعني انا افتكر اخر تمرينتين قبل الاولمبيكس انا كان الدكتور مربط لي مشتين رجلي ومربط لي ظهري من هنا، وايديا دي مربطها لي ورا ظهري لان كان عندي فيها اصابه جامده وكانت بتطلع غصب عني، فكان رابطها لي ورا ظهري عشان ما تطلعش جوه التمرين، احنا بنحاول نحافظ عليها، فكنت مربطه كذا حاجه، فدي كانت اتخذت لي لما كنت طالعه التمرين بتاع الفجر، وكانت لسه صلاه الفجر انا يعني انا صليت، كانوا لسه بقى ايه الرجاله والكابتن والولاد هيصلوا جماعه فوق، انا رحت واخد لي 5 دقايق على جنب كده. ياه للدرجه دي؟ اه فدي من الصور الغاليه عليا جدا يعني. طبعا واضح جدا الامور بتبقى ماشيه ازاي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمد فاروق احد الناس اللي ليها ادوار مهمه جدا 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 فيما وصلت اليه جيانا فاروق. استاذ محمد فاروق والد جيانا هيكون معانا في الجزء الاخير من هذه الحلقه بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفنا في هذه الفقره، واحنا اللي ضيوف عنده النهارده الحقيقه، لانه استاذ كبير الحقيقه، الاستاذ المخرج الكبير الاستاذ محمد فاروق، ووالد طبعا صديقتنا العزيزه وبطلتنا الكبيره الاستاذه او الكابتن جيانا فاروق. انا خدت على الاستاذه والكابتن مكتفى. ازي حضرتك يا فندم؟ مشرف النهارده، سعداء بوجود حضرتك معانا. احنا اسعد طبعا، ربنا يخليكم، يعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء. الله يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس، كله تمام. عجبك الشغل ولا لا؟ الشغل زي الفل بجد. لا لا، وفي عشان انا جايب قدام حضرتك هنا ايه رايك في تطويف يعني؟ لا في شكل جديد للقناه الاهلي، فعلا انا فخر النادي الاهلي فعلا، يعني في تطوير وفي حاجات جميله وجيانا فخر لينا برضو وفخر لحضرتك. الحمد لله حضرتك طبعًا. الاساس طبعا طبعا انا فخور بيها جدا وبإصراها وهي صاحبه قلبي يعني طبعا. يعني انت عندك يعني مين تاني؟ عندي نيرفانا برضو لعبه كاراتيه بس ما استمرتش. اوكي. وعندي كابتن طيار احمد، وده كان بطل عالم في الكاراتيه والله. بس بعد ما دخل بقى الطيران وما ينفعش طيار بقى، واخد يعني جيانا ياما عينيها ورمت وياما اتفتح ما اعرفش ايه وياما كده يعني. احكي لنا احكي لنا. لا هي شافت كتير واحنا شفنا كتير كمان. يعني لدرجه احنا كنا بنخاف ان احنا نقول انها مصابه. اوكي. لاحسن ما تبقاش في المنتخب ما تبقاش، فكان العلاج بيبقى بره وكان العلاج بيبقى بشكل شخصي وعلى نفقتنا احنا وسري وما بنقولش انها مصابه. لا شافت كتير. لا 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 احنا شفنا وهي شافت بصراحه. لا شافت. حضرتك اشتغلت مع اساتذه كبيره جدا، استاذ محمد فاضل، استاذ سمير سيف، استاذ يحيى العالمي، استاذ حسين كمال، دكتور خالد بهجت، استاذنا العمده صلاح السعداني، الاستاذ فؤاد مهندس، الاستاذ ابو بكر عزت، استاذ محمود عبد العزيز، استاذه نبيله عبيد، استاذ معالي زايد، اسماء كبيره جدا. كنتوا بتشوفوا الناس دي ولا لا؟ بابا كان فاصلنا شويه عن الحته دي، يمكن رحت مثلا مره او مرتين معاه في حياتي فضول كلها. بس يعني عشان كنت بحب انكل صلاح السعداني، فمره بابا اخذني معايا علشان بس خاطر اسلم عليه وخلاص على كده بس يعني. كده كان بابا شويه فاصلنا عن حته شغله يعني. طب لانه انت ما كانش بيبقى عندك فضول ان انت تشوفي يعني، اصل دي اسماء يعني، دي اسماء تهز يعني تهز بلاد يعني. استاذ صلاح السعداني العمده والاستاذ فؤاد يعني اسماء كلها اسماء كبيره جدا، نجوم في الدراما وفي الحاجه. ما كانش بيبقى عندك فضول ان انت بقى عايز تروحي تسلمي على الناس دي؟ والله كان بيبقى عندي، بس كنت بنام بدري بقى عشان عندنا مدرسه الصبح، بابا بقى كان بيسهر في الشغل وانا بنام وانا بنام بدري بقى. يلا يعني يا فندم اعتقد اسماء كبيره جدا، قدرت تقدر تفصل ما بين العائله وما بين الشغل في هذا الامر؟ والله هو كانت هي دي كان مبدا عندي يعني، علشان ما يعني شغلتنا شغلانه صعبه طبعا، وانت سعادتك عارف طبعا صعبه جدا وتوتر وضغط عصبي، فما كنتش بحب انقل ده في البيت يعني بمجرد ان انا مجرد ان انا اقفل مفتاح العربيه وطالع البيت بسيب كل المشاكل خلاص. البيت ملوش علاقة. ملوش علاقة طبعا يعني. الحمد لله قدر ربنا يوفقني في الفترة الكبيرة ديت من 82 تقريبا لغاية دلوقتي ان انا افصل
البيت لا البيت ده بيت يعني ولادي بقى انا رايح البيت لا انا محتاجه هي مشكله احلها اقعد معاهم مع الاسره كده لكن شغلي لا افصل ده عن ده تماما يعني ما همش يمكن ماما زي ما قالت كده لان طبعا العمده ده حبيب قلب الله يديله الصحه والعافيه يا رب ويشفيه ده حبيب قلبي طبعا صراحة. ده حبيبنا كلنا وحبيب كل الاهلاويه وكان برضه حبيبي الله يرحمه برضه الاستاذ محمود عبد العزيز يمكن قضينا اوقات كثيره جدا مع بعض يعني ايوه ولغايه فتره كبيره جدا كنت احب ازوره ويبقى في تليفونات بيننا واستاذ صبحي طبعا طبعا اسماء كبيره جدا الحقيقه طبعا استاذ محمد ورا ولا قدام الكاميرا؟ ايه الاصعب؟ لا قدام الكاميرا انا ممكن اترعش يعني فعلا؟ الله اعلم انا فيا ايه دلوقتي يعني لكن ورا الكاميرا لا دي شغلتي اوكي لا طبعا الله يكون قدام الكاميرا يعني لا الموضوع مختلف لا كاميرا وحش اللي بيقعد قصادها ده لازم موهبه من عند الله سبحانه وتعالى وحضور وكاريزما لا في مواصفات كتيره جدا 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 للقصاد الكاميرا مش موجوده فيا طبعا ولو ان الملك في يوم من الايام الله يرحمه فايت شوقي عرض عليا ان انا لازم اشتغل معاه وامثل وبتاع هو هانسن برضه خلي بالك بابا يعني بابا يعني فضحني في كل حته الوالده برضه يعني ربنا يديها الصحه بيعكسوه مني اصحابي فاصر واداني السيناريو وعملت معاه بروفات وبعدين في الاخر ايه خلعت المدام ما رضيتش تلاقيها لا ما لا مش ما والله المدام اولا مخرجه برضه وخريجه كليه اعلام طبعا انا مع سينمائية اعلام لا ما دخلوش في يعني بس ايه الفكره يا فندم في ان جيانا تبقى بطله احمد بطل نيرفانا وصلت ان هي تبقى بطله لوقت معين وحضراتكم يعني حضرتك والوالده انتوا الاثنين في مجال تاني خالص يعني انتوا في مجال كله سهر لا بدايه يعني حياه الليل يعني لا بدايه انا قلت للمدام بتاعتي سعادتك مشكوره تقعدي تربي لي عيالي اوكي اقعدي في البيت شوفي ولادي وشوفي تابعيهم والحكايات ديت وربنا ما قالتش مش ملزمه؟ لا لا فعلا احنا بنسمع اليومين دول ما نقولش كده عشان انا مش هقعد في البيت عشان لو جالي حد انا مش هقعد في البيت خلي بالك يعني لا هي يعني قلت لها اقعدي بقى شوفي ولادك وشوفي الدنيا ماشيه ازاي وهي بامانه يعني عملت مجهود غير طبيعي وتستحق التحيه الحقيقه على الهواء من انا شخصيا بحييها على المجهود اللي عملته ربنا يكرمها يا رب لا تعبت مش هزار هي كانت بتحكي لنا دلوقتي جيانا بتقول تعبت وبعدين حبت كمان الكاراتيه هي او بقت كوتش يعني كانت تكاتشن وفي وجود الكوتش كانت تكاتشن وتقول لها لا ما قلقتش كاراتيه ايه يا جماعه يعني ما هو بنت وزي القمر وبتاع كاراتيه انا فرحت ايه فرحت لان أوكي. جيجي كانت تركيبتها هي قلبي طبعا كشايه قوي بشكل يمكن اوفر شويه باين يعني ما فلما قالت لي الكاراتيه انا فرحت يعني انا فرحت وشجعتها اوكي وكنت سبورت معاها جدا ومنين ما تروح بقى ايام الاهلي بقى والجمهوريه بتاع اسكندريه معاها المنصوره معاها المنيا معاها بورسعيد معاها سويسرا حضرتك معاها دايما في كل البطولات في الوقت الفاضي بتضحك عليك يعني لكن بالنسبه لك البطولات اللي كانت جيانا بتبقى فيها يعني عندها توتر كبير جدا ايه هي البطولات دي؟ لا جيانا يعني كانت اصابتنا بمجموعه من التوترات يعني مجموعه وكان عاده قبل اي بطوله كان ليا لازم يبقى في قعده بيني وبينها كده اوضه النوم عليا انا وهي ونقعد بقى نتكلم وربنا قال والحكايه والروايه والحكايه والقوه والشخصيه واللي ونقعد بتاع ساعه او ساعتين مهم جدا الكلام ده يا فندم عشان الناس اللي بتسمع حضرتك تعرف دور الأب في هذا الأمر إيه مهما كان الأب له اسم كبير ومخرج عظيم وكل حاجة ولكن في نفس الوقت له دور كأب مع بنته والله إحنا الحمد لله يعني بتوفيق من الله طبعا هي طبعا مش متعمدة يعني بس كان في بعض الأفكار يعني أنا كان فكرتي إن هم يرتبطوا بالنادي الأهلي أوكي. النادي الأهلي التركيبة أنا بعشقها يعني الجمعية العمومية أو الناس اللي في النادي الأهلي ناس محترمه جدا على خلق مفيش الصوت العالي مفيش النفسنه يعني وبعدين في شياكه في التعامل على اللي انا اعرفهم او اللي ما اعرفهمش يعني فلا فحبيت اربطهم ان هم صغيرين مع النادي
وبعدين ما كانش في دماغنا خالص البطولات ديت. انا كان كل المساله فتره المؤقته دي تعدي بطاقه ايجابيه، ما تبقاش في طاقه سلبيه، ما يبقاش في فالحمد لله ربنا كرمنا والامور عدت وجت بالصدفه يعني. هي حكت لنا ان هي صدفه خير من الف معاد يعني، لا في دماغنا بطوله ومش بطوله، بس تعبنا معاها بقى في تجهيزها فعلا يعني. يعني في تجهيز البطله او صناعه البطله، لا مجهود جبار. لا خصوصا البيت، كمان البيت مهم جدا جدا، خصوصا ان هي موضوع الصيدله دي اللي هي يعني ان هي خريجه صيدله وخمس سنين ورا بعض، مش مثلا ست سنين ماشي، لا ده خمس سنين ورا بعض الحمد لله. لا هو برضه لسعادتك انا برضه كان الأم في دعم، دور الام الحقيقه، الام طبعا دي حاجه تانية. لا هي كمان جيانا من وصغرها يعني ليها طريقه تفكير وكانت بتعجبني انا شخصيا، وكنا نقعد نتناقش في حاجات كتير جدا. يعني صحيح ممكن اكون خدت القرار في اللي احنا نناقش فيه، بس كنت مثلا ايه اخليهم ايه اسمع واللي قريب من اللي انا هاخده اقول له بص انا هاخده. ديكتاتوريه القرار لكن الشورى في امر في الامر. فلا كانت جيانا صاحبه قرار اوكي، وخاصه لما كان في معارضه انها تكمل بطوله البحر الابيض المتوسط، جات لي قالت لي بابا انا عايز اكمل، عايزك تكون سبورت ليا في البيت وبتاع وكلام زي كده، لان يعني فعلا بقى ثانويه عامه وخلاص بطله عالم الحمد لله. الحمد لله يعني وصلنا اللي احنا عايزينه يعني. فقلت لها هتخذليني، فبصراحه طلعت بنت ب 100 راجل يعني. كبرت ابتي وعملت مجهود غير طبيعي. يعني عملت مجهود فعلا في السنه ديت اللي هي الخمس ست شهور بتوع الثانويه العامه، يعني اخر يوم في الامتحان كان المفروض تسافر في نفس اليوم ده الصبح، اجلوا لها السفر يعني. طلعنا من اللجنه على المطار قالوا لها السفر كام ساعه. حضرتك كنت بتسافر معاها دايما ولا مش دايما؟ لا السفريات كان دايما معظمها أوكي. يعني فين بره؟ هنا او بره؟ لا يعني لا هنا هنا كان مثلا منتخب ولا حاجه، فلازم طبعا لا كان ليها هنا لكن بره ما كانش كتير يعني ما مثلا كان روسيا او انا شايف حضرتك في دبي في التكريم معها كنت معاها بتصور وبتاع وشغل جامد. انا فخور بجيانا طبعا يعني اكتر من على المستوى الرسمي الاتحاد الدولي للكاراتيه يصنف اسطوره الكاراتيه في العالم، ده مش الجمهور ولا ده الاتحاد الدولي ايوه صنفها اسطوره الكاراتيه في العالم، كان في الوقت ده جايبه 7 ذهب وبعض حاجه كده يعني. طبعا انا فخور بيها جدا يعني. اعتقد ان اللقطه دي برضو وتكريم في دبي اعتقد حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا يا استاذ محمد. اولا الناس هناك يعني ما شاء الله عليهم، يعني حاجه تسعد يعني، وحاجه يعني الناس فعلا متحضره جدا في ابو ظبي او دوله الامارات عامه يعني. اتقابلنا بحفاوه شديده كعادتهم. ايوه وفعلا كان بالنسبه لي مفاجاه برضو يعني ما نعرفش. وبرضو انا دعيت كتير يعني، دعيت كتير جدا في صلاتي ان ربنا يتوج مسيرتها بجائزه زي افضل امرأة عربية رياضية في فكنت سعيد جدا جدا يعني. جيانا برضو ما انت قاعدة ساكتة برضو، ما انت مش عايزة متأثرة. يعني لما بسمع الكلام ده خارج من بابا او من ماما يعني ببقى انا اللي فخورة بيهم مش هم اللي فخورين. انت اللي شايفة هم عملوا ايه؟ هم ضحوا كتير وتعبوا كتير يعني ياما خربت تجيب بابا فلوس عشان مصاريف تمارين وعلاج. هو مبسوط خلي بالك في الاخر، هو بص قاعد ازاي وعمره ما تذمر عمره ما اعترض. ما فيش مره احتجتهم نفسيا او معنويا او ماديا غير لما لقيتهم في ظهري. من اهم الحاجات اللي بفتكرها دايما ليهم لحظات الوقوع، لحظات الخسارة. يعني أنا أفتكر لبابا موقف لما كنت راجعة من بطولة العالم 2009. للأسف في البطولة دي ربنا أراد أن أنا أجيب خامس، ما أجيبش معلقش ميدالية.
كنت بقى خارجه في المطار وانا راجعه بتدارى بقى وكاتمه بقى العياط جوايا وبتاع وعماله بقى اتدارى من الناس وعايزه اخرج يعني على البيت. فبابا ساعتها خدني في حضنه واحنا خارجين وقال لي افتكري اللحظه دي، افتكري وانت خارجه من غير ميداليه. من ساعتها مفيش كله ميداليات. حبيت هو الموقف نفسه، انت عارف لما ما يعني جينا بالنسبه لي برضه انا يعني ليها خصوصيه عندي، فانا حاسس بيها قوي وهي خارجه كده، فطبطبت عليها وخدتها في حضني، وكانت اختها نفنج عامله لها بوكيه ورد حلو وشيك واستقبلناها في المطار برضه بالشياكه وبتاع. قلت لها افتكر اللحظه دي وانت على الملعب، لان اللحظه دي هتفرق معاكي كتير قوي في حياتك. والفرق كان كبير اعتقد يا جينا ما بين اللحظه دي ولحظه دخولك واستقبال، اعتقد الكل استقبلك بشكل رائع في فور عودتك من طوكيو. انا ما كنتش متوقعه الاستقبال اللي انا شفته في المطار بصراحه، يعني انا كنت متوقعه ان هلاقي عيلتي، هلاقي اصحابي، هلاقي الناس المقربين، مدربيني. انا كنت برضو شغاله مع تيم رائع قبل الاولمبياد، كابتن عمرو سعد مدرب الاحمال البدنيه، دكتور محمد صفيه المعد النفسي، دكتور مصطفى حسن دكتور التغذيه، دكتور احمد الصاوي دكتور الاصابات والعلاج الطبيعي. فكنت شغاله مع، وطبعا كابتن محمد عبد الرجال ده اساسي، كنت شغاله مع تيم كبير، كنت متوقعه ان هم دول الناس اللي انا هلاقيهم جوه المطار. فوانا خارجه ببص لقيت كميه ناس موجوده وجمهور موجود وناس فعلا فرحانه من قلبها للميداليه اللي جت ساعتها، حسيت ان انا فرحتي كملت. اعتقد تكريم على المستوى الرسمي وتكريم على مستوى النادي وتكريم على تكريم على كل المستويات. اتكرمنا اعتقد طبعا على كل المستويات، من اول تكريم رئاسي لتكريم وزير الشباب والرياضه لتكريم كابتن خطيب في النادي الاهلي لتكريم مؤسسات رياضيه تانية ومؤسسات طبيه تانية. فلقيت حفاوه فعلا من الجهات كلها بعد ما رجعنا الاولمبياد. الكل كان ينتظر، من الواضح يعني ان الكل كان بينتظر ان تكون هناك مثل لسيده مصريه بتساعد السيدات المصريات الفضلايات. الحقيقه عارفينهم ان هم من احسن الشخصيات في العالم واحسن السيدات في العالم وجهه نظر يعني، ولكن ان احنا نشوف واحده زي جينا اعتقد برضو استاذ محمد حاجه مهمه جدا جدا ومثل اعلى لكثير من البنات الصغيرين والسيدات الكبار. هو طبعا الحمد لله يعني جينا ربنا وفقها، طبعا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى في البدايه والنهايه يعني طبعا. بس اللي انا اقوله لكل الناس يعني أيوه. ولادكم يستحقوا يعني. احنا عندنا ممكن نطلع زي جينا الاف دي حقيقه يعني، ممكن نطلع زي جينا كتير قوي، بس اصبروا وخلوكم سبورت لاولادكم يعني. اتعبوا، ما البطولات والجماهيريه ما بتجيش كده باحلام، لا ده في تعب وفي تاثير على الاسره زي ما قالت جينا من في الفقره الاولانيه، ان لا كان البيت فيه توتر في بطولاتها، اخواتها اتحملوا سواء نيرفانا ولا احمد اتحملوا ضغط عصبي كتير جدا 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 على مدى، احنا ما بنتكلمش في سنه ولا اتنين، بنتكلم في 20 سنه. انت تخيل، لا انت تخيل مثلا وقت طويل جدا، احمد اصغر منها بسنتين وهي بدات من 6 سنين يعني، من هو عنده 4 سنين لغايه الاولمبياد وفي ضغط عصبي في البيت. فلا هم كمان اتحملوا يعني، انا بشكرهم على الهوا سواء احمد ولا نيرفانا وطبعا ست الكل الوالده، لان فعلا لا عامله قلق انت برضو مش ممكن. لا انا عشان كده والله بقول حاولت ما اعملش بس ما عرفتش. ولادنا يستحقوا طبعا يعني، احنا انا اللي بقول لكل اسره اتعبوا شويه يعني ممكن. احنا جينا على نفسنا كتير طبعا، سواء انا ولا المدام يعني، جينا كتير قوي على نفسنا، وفي اوقات يعني مثلا مصايف صحيح كانت جيانا ديت مثلا ما نروحش الشاليه يا سمير حد ما بتعملها تبعيني لا بثلاث سنين مثلا ما نروحش يعني، انت عارف كان ظروف يعني الحياه كلها لما ربنا وفقها ووفقنا ونجحت، لا مش مهم مصايف، مش مهم خروجات، مش مهم حاجات كتير جدا جدا. مصايف بقى روحي زي ما انت عايزه واعملي اللي انت عايزه والله برضه من حيوي عيشي تقريبا تعودنا بس هي ما هي دي لا هي اتحامت كتير بصراحه، هذا هو الفارق. خلي بال حضرتك ما هو دلوقتي في الاخر ما كلنا يعني اللي بيعيش الحياه الرياضيه دي بعد ما بتبطل ما بتبقاش عارف، صدقني تبقى عايز. انا لما كنت بلعب كنت اقول ايه امتى الواحد يبطل بقى وينام براحته ويصحى براحته مش عارف ايه، فيش الكلام ده، فيش الكلام ده، فيش الكلام. نفسي ارجع العب والله العظيم يوم واحد يوم الله يديك، وانا عمري ما لعبت اولمبياد ولا لعبت بتاع، فما بالك بالناس اللي لعبت اولمبياد والكلام ده كله. لكن انا اقصد ان في النهايه الرياضي اللي متعود على ممارسه رياضه ووصل لهذه المستويات العاليه اعتقد بتبقى الامور بالنسبه له صعبه يا جينا جدا يعني. انت دلوقتي اعتقد
الامور بالنسبه لك صعبه؟ الامور صعبه ويعني مش متعوده على انا متعوده ان في 3 تمارين في اليوم. راحوا فين؟ الدنيا فاضيه، الدنيا فاضيه، ايه الفضا ده فيه؟ راحوا فين دول؟ وبعدين برضو يمكن لما انا اتخرجت دفعه 2018 كانت المفروض ان الاولمبياد في 2020، فكان فاضل حوالي سنه وكام شهر على الاولمبيكس، فاتفرغت طبعا للتمرين. جه حصل موضوع الكورونا فالاولمبياد اتاجلت سنه. طب بعد الاولمبياد يعني فكنت بعدت فتره برده عن مجال الصيدله او ممارسه الصيدله بعد ما اتخرجت. فهعمل ايه بقى دلوقتي يعني؟ يمكن حد يرجع لي معلوماتي اللي راحت شويه. شوفينا صيدليه كده ولا حاجه. بحاول بقى والله يعني الفتره دي بحاول اتجه في كذا مجال وربنا يكرم بقى. اخيرا يا استاذ محمد، لو حضرتك حابب توجه رساله، ان الرساله اللي حضرتك كنت بتقولها دي كانت رساله مهمه جدا، وبعد كده اسمع جيانا. أقول للناس بشكل أقول عام، للناس كلها عامة يعني أولادكم يستحقوا التعب، يعني اتعبوا شوية. إحنا عندنا مواهب في مصر غير طبيعية، وعندنا وزارة بتدعم، فأنتوا بس خليكم دعم يعني 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 اصبروا على الأولاد. يعني زيجي قعدت 4 سنين ما بتحققش حاجة، إيه المشكلة يعني؟ لما كانت بتلعب كاتا وربنا كرمها بعد كده لما دخلت كوميتي، فضلنا في ظهرها في ظهرها، برايفت ماشي، في النادي ماشي، هنا ماشي، تعبنا تعبنا بس الحمد لله الحمد لله وصلنا النتيجة. يا رب يكمل لها يا رب على خير في منتهى الجمال. طبعا اولادنا يستحقوا يعني نتعب شويه مع اولادنا. يعني يعني ابنك انت شايفاه موهوب ما او ابنك موهوب، لا اتعبوا اصرفوا، احنا صرفنا كتير ما فيش مشكله، انما في النهايه هيبقى في شيء جميل قوي قوي هيسعدنا. يعني انا النهارده الحمد لله الحمد لله انا محمد فوق داخل التاريخ، والد جيانا فوق. لا دي حقيقه، لا دي حقيقه يعني النهارده لا انا دخلت يعني فدي مكافاه ربنا ليا يعني يعني لا اولادنا نتعب طبعا. والله عندنا مواهب كتير جدا جدا في مصر، جدا جدا جدا، بس محتاجه الاسره تكون داعمه. وبعد كده التوفيق من الله بقى في الجهات، في الانديه، في الوزارات، في البتاع دي. بس انت اتعب اتعب مع ابنك واسعى معاه وشوفه واقرا عنيه وخده كده واقعد اتكلم معاه كتير. فكل ده على فتره كبيره جدا. يعني برضه يعني ان 21 سنه من عمرنا، مش عمرها من عمرنا احنا، مركزين في مكان سواء ليه او لاخواتها. صحيح هي اللي كملت، كنا برضو كلنا وراها كأسرة، أنا ووالدتها وأخوها وأختها. يعني أختها من كندا كانت متابعاها على طول بشكل، مش هقول لك كل يوم، لا ده كل دقيقة. أوكي. لا الأسرة اللي اللي يعني الأب والأم هم اللي بيزرعوا هذا. نتمنى من الناس إنها تحب أولادها وتدعمهم شوية. جين، والله أنا رسالتي الأول لأي حد رياضي، هتمر بلحظات فشل كتير، وهتمر بلحظات تعب كتير وإصابات كتير، وهتيجي في يوم من الأيام هتزهق، هتبقى مش عارف أنت مكمل ليه. بس صحيح. الأهم من كل ده أن أنت دايما خلي عندك حلم أو هدف، وأنك ما تيأس، لأن هو لكل مجتهد النصيب. يعني ما فيش حد بيتعب ربنا مش هيديله، أنا متأكدة. ولو ما ادكش في الحتة دي هيديك في حتة تانية، هو اللي ربنا اللي قال لكل مجتهد النصيب. فنصيحتي اليوم ان مهما الحياه خبطتك ووقعتك، قوم تاني وقف على رجلك وكمل. ونصيحتي لاي حد من اولياء الامور، طبعا ما فيش حاجه هقدر ازودها على بابا قالها، غير ان لا عمر الرياضه بتاثر على الدراسه، ولا الدراسه بتاثر على الرياضه. فما تخلوش ولادكم يبطلوا رياضه بسبب الحته دي، ساعدوهم ان هم يوفقوا ما بين ده وده، وان هم يظبطوا جدولهم ومذاكرتهم مع الرياضه، وهينجحوا باذن الله. يا رب ان شاء الله. بصراحه الحلقه دي من احلى الحلقات اللي ممكن يكون الواحد عملها لاسباب كثيره جدا. اولا ان انت معاك حد يعني من الصعب ان هو يتم او يتكرر، نتمنى ان هو يتكرر كثيرا خلال الفتره القادمه، ونشوف ان شاء الله هذه او هذا المثل كثير جدا خلال الفتره اللي جايه. ثانيا اب بيقول رساله لكل المشاهدين اللي عندهم فكر ان ممكن يكون
يعني اجي على ابني شويه ولا حاجه، لا تعالى وقف مع ابنك حتى لو ايه اللي حصل في الاخر هو ابنك يعني. ففي النهايه انا بشكر حضرتك جدا يا فندم على وجودك معانا، شرف لينا ان حضرتك تكون موجود معانا على الهواء مباشره. شكرا يا استاذ محمد. الله يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا يا فندم، انا بشكرك جدا يا جينا، واتمنى لك كل التوفيق وتظلي دائما مثل اعلى لكثير من السيدات. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والحمد لله ان احنا كان عندنا هذه الحلقه او الجزء الثاني من الحلقه النهارده. الحلقه النهارده الجزء الاول فيها بصراحه يعني انا طالع اتكلم وانا متضايق من نفسي ان انا هتكلم في هذه الامور وانا معايا شخصيه عظيمه زي جيانا، ولكن في النهايه الحمد لله قدرنا نطلع من الجزء الاول بان احنا يكون عندنا هذا المثل الرائع اللي امام حضراتكم من اب وبنت او اسره مصريه. الحقيقه ورتنا يعني ايه، ماذا تعني كلمه الاسره المصريه بشكل صحيح. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.